بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بمشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم الكرة والجماهير. النهاردة عندنا موضوعات كتير جدا جدا نتكلم فيها، دايما زي ما وعدنا حضراتكم لما يبقى في كلام كتير وفي لغط بنوضح الصورة لحضراتكم. وفي البداية بنطمن على فريق النادي الأهلي كالعادة، خصوصا الانتصار بيجيب انتصار في عالم كرة القدم. النادي الأهلي كان في مباراة مهمة جدا أمام الاتحاد السكندري، قدر اللي يفوز بهدفين نظيفين، والنادي الأهلي هيلعب مباراة كمان غدا أمام فريق الرجاء، مباراة مؤجلة من الأسبوع الثالث. لكن في مباراة الاتحاد كان في كواليس كتير وكلام كتير هنناقشه مع حضراتكم بعد شوية، ولكن في لكل لعبة ليها قواعد، وخصوصا القواعد داخل النادي الأهلي. مش هكون بعيد عن المشهد اللي حضراتكم شفتوه، وهنتكلم بالمنطق وبالعقل. النادي الأهلي عنده مباراة الرجاء وبعد كده مباراة مهمة جدا جدا أمام النجم الساحلي، اللي احنا نختلق المشاكل ونتكلم في مشاكل كتير جدا تعمل عدم استقرار في الفريق بيبقى صعب. وعجبني للأمانة دور الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن حسام البدري والنجم عماد متعب في احتواء الموقف بسرعة، وده المهم في قصة عماد متعب. في قواعد وفي رولز موجودة داخل النادي الأهلي الكل يعلمها، الجهاز الفني يعلمها، المدير الكرة يعلمها، اللاعب كابتن الفريق. فمن هنا بيبقى في مواضيع بتحصل وبيحصل في الكواليس بعض الأمور اللي محدش بيبقى ملم بيها. بمعنى ان ممكن بتشوف حاجة قدام الشاشة، وده مش مبرر ولا أعذار، بتشوف بعض المواقف بيبقى فيه سيناريوهات محدش يعرفها غير المدير الفني واللاعب ومدير الكورة. فمن هنا مش هنتكلم في الموضوع خصوصا، مش عشان حاجة، عشان مرة تانية عجبني مدير الكورة الكابتن سيد عبد الحفيظ في احتواء اللغط وتقفل نقطة من أول السطر، والقواعد اللي احنا كلنا عارفينها بما فيها جماهيرنا عارفين القواعد كويس جدا بتاعت النادي الأهلي. المدرب مدرب واللاعب لاعب والإدارة إدارة، ومش هدخل في تفاصيل أكتر من كده، بس اللي عجبني هدوء نقطة من أول السطر. الأهلي عنده مباراة الرجاء، لازم أستعد بشكل قوي جدا عشان عنده مباراة مهمة جدا جدا أمام النجم الساحلي في بطولة أفريقيا. النادي الأهلي كان فيه تدريب مسائي النهاردة ومباراة مؤجلة من الأسبوع الثالث أمام الرجاء. خليني أقول لحضراتكم الأسماء سريعا اللي انضمت للمعسكر: شريف إكرامي، محمد الشناوي، أحمد عادل لحراسة المرمى، علي معلول، رامي ربيعة، وسعد سمير، ومحمد هاني، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، ومؤمن زكريا، وجونيور أجاي، ووليد أزارو، وأحمد حمودي، وأحمد الشيخ، ومحمد نجيب، وكريم نيدفيد، وأحمد ياسر ريان، وعمرو السولية، وميدو جابر، وحسين السيد، وأكرم توفيق، وصالح جمعة. دي اللعيبة اللي دخلت مباراة الرجاء. أما اللعيبة المستبعدة: صبري رحيل، باسم علي، هشام محمد، باقة اللاعب الجنوب افريقي ده اسم الدلع بتاعه، عماد متعب، عمرو بركات، اسلام محارب، احمد حمدي، احمد رمضان، بيكهام، عبد الله السعيد، عبد الله الشامي. ربنا يوفق كابتن حسام في اختيار التشكيله المناسبه، واللي يلعب زي ما احنا متفقين. المدير الفني هو اللي متعايش. ده كلام متكرر، طبعا كلام متكرر، لكن مصلحه الفريق الاهم بالنسبه لنا. دي مباراة كويسة جدا، تستعد تشوف أوراقك، العناصر اللي هتروح بيها بقى مباراة النجم الساحلي، ولكن خلينا ماشيين خطوة خطوة، نركز في الدوري، وبعد الدوري تاني يوم على طول نشتغل لمباراة النجم الساحلي. خلينا نطير سريعا لمراسل قناة النادي الأهلي زميلي أمير هشام. أمير، طمنا على الفريق، التدريب النهاردة، في حد المصابين أخبارهم إيه؟ طمنا على كل اللاعبين. تحياتي ليك يا كابتن شادي، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. طبعا النهارده كان المران الاخير بالنسبه للنادي الاهلي قبل المباراه المهمه امام فريق الرجاء من الجوله الثالثه، وهي مباراه مؤجله اكيد في بطوله الدوري، وهي مباراه مهمه عشان هي اكيد بروفه قويه جدا بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين قبل المباراه، اكثر اهميه امام فريق النجم الساحلي في اياب دور نصف النهائي من دوري ابطال افريقيا. بالتالي استعدادات مستمره من النادي الاهلي، بالتحديد النهارده قبل المران
الساعة 4:30 كان في محاضرة من كابتن حسام البدري للاعبين اتكلم فيها. هي كانت محاضرة فيديو بالتحديد لآخر مباراة فريق الرجاء أمام فريق الداخلية، اتكلم فيها طبعا عن نقاط الضعف والقوة بالنسبة لفريق الرجاء وكيفية استغلال السلبيات اللي عند هذا الفريق، وطبعا أهمية الفوز في مباراة الغد حتى عشان يكون اللاعبين معنويا لائقين بشكل كبير قبل مباراة العودة أمام فريق النجم الساحلي، واللي أكيد نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الأهلي. النهارده كان مران خفيف شوية من النواحي البدنية، ما كانش فيه تدريبات قوية كتير، أيضا كان في بعض تدريبات الكورة الخفيف، أيضا تدريبات ترفيهية. مع نهاية المران كان في تقسيمة شارك فيها جميع اللاعبين بشكل جيد جدا ووضح مدى جاهزيتهم لمباراة الغد. لكن خليني بالتحديد نتكلم عن المصابين يا كابتن شادي، وبالتحديد عبد الله السعيد. عبد الله السعيد النهارده كان بيعمل او بيواصل تدريباته التأهيلية تمهيدا لعودته ان شاء الله للمشاركة مع النادي الاهلي في التدريبات الجماعية، وبعد كده ان شاء الله يشارك في المباريات. حالة عبد الله السعيد حالة مطمئنة بشكل كبير جدا، في تحسن بشكل كبير جدا في العضلة الخلفية الخاصة بعبد الله السعيد واللي كان أصيب فيها في مباراة الذهاب في مباراة النجم الساحلي في تونس. عبد الله إن شاء الله بنسبة كبيرة. أمير عايز أعرف منك، ابتدى الجري الخفيف ولا لأ؟ ابتدى الجري حوالين الملعب من امبارح. تمام، من امبارح بالظبط عبد الله السعيد بيجري حوالين الملعب بشكل كويس جدا، يعني ما اشتكاش حتى من العضلة الخلفية أو حاجة. واضح إن عبد الله السعيد إن شاء الله بنسب كبيرة جدا ممكن يكون لائق طبيا للمشاركه في مباراه العوده ان شاء الله امام فريق النجم الساحلي، وده اللي بيحاول الجهاز الفني والجهاز الطبي بالتحديد ان هو يجهز عبد الله سعيد لمباراه مهمه زي دي، واحنا عارفين مدى اهميه عبد الله سعيد اكيد سواء النادي الاهلي او منتخب مصر. ده بالنسبه لعبد الله السعيد. وليد سليمان طبعا غايب عن مباراه الغد بسبب الاصابه سواء في انكل رجله او في الركبه، بالتالي وليد سليمان ايضا من ضمن اللعيبه اللي بيتم تجهيزها بشكل كبير لمباراه النجم الساحلي، وهو احد العناصر الخبره المهمه جدا في فريق النادي الاهلي. هشام محمد بيشارك في التدريبات على فكره بشكل جماعي بشكل جيد جدا، هو طبعا عنده كسر في كف ايده، لكن هشام بيتم تجهيزه ايضا ان شاء الله ان هو يكون جاهز او يكون متاح بالنسبه للفريق في المباريات المقبله بعد مباراه الرجاء وتحديد مباراه النجم الساحلي. بس خلينا اتكلم عن هشام شويه كابتن شادي. هشام التدريبات بالنسبه له ما فيش التحامات بالنسبه يعني اللاعبين ما بيلتحموش معاه عشان طبعا الكسر اللي في ايده، لكن الجهاز الفني حريص ان هو يشارك ويكون رجله في الملعب وفي التدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي عشان يكون لائق بدنيا ان شاء الله وقت ما يحتاجه الجهاز الفني وقت ما يشفى تماما من هذه الاصابه. ده بالنسبه للمصابين يا كابتن شادي، لكن خليني بالتحديد ايضا اتكلم عن وليد ازارو واللي كان النهارده عنده تدريبات اضافيه بعد نهايه المران الجماعي. النهارده كابتن حسام البدري خصص ليه تدريبات للتسديد على المرمى، وطبعا ده اكيد كان شيء مهم جدا. وليد ازارو لعيب امكانياته كبيره جدا جدا، لكن بيصادفه سوء حظ او سوء توفيق في الفرص اللي بيضيعها مع النادي الاهلي، بالتالي الجهاز الفني بيشتغل على الجزئيه دي، وده دور اكيد الجهاز الفني واللي بيشتغل عليه كابتن حسام البدري عشان يبقى وليد ازارو جاهز ان شاء الله او يقدر يكسر سوء الحظ ده ويبتدي احراز الاهداف العديده ان شاء الله مع النادي الاهلي في قادم المباريات، وتم تجهيزه طبعا لمباراه العوده ايضا امام فريق النجم الساحلي. بشكل عام الفريق خلاص بعد المران تحرك للفندق، الفندق طبعا قريب من ملعب المباراه معسكر ليله المباراه. النهارده بالليل بعد العشاء او بالتحديد خلال اللحظات دي هيكون في محاضره ثانيه من كابتن حسام البدري للاعبين، وهيشرح فيها بشكل اكتر الشكل اللي هو هيلعب بيه هذه المباراه. بالنسبه للتشكيل يا كابتن شادي، يعني خليني اقول لك النهارده كابتن حسام البدري ما وضحش التشكيل اللي ممكن يبتدي بيه النادي الاهلي، خصوصا ان كابتن حسام البدري اكيد عنده حسابات، عنده مباراه مهمه امام فريق النجم الساحلي، وايضا عايز يعني يكون حريص على اللاعبين، اكيد قلقان شويه ان ممكن حد يتعرض للاصابه ولا لا، فبالتالي هو عنده قائمه واسعه من اللاعبين الجاهزين بشكل كبير جدا، فبالتالي كابتن حسام بكره هيكون ليه حسابات كتير في التشكيل اللي هيختاره لمباراة الغد، خصوصا ان الاهم طبعا مباراة الرجاء اكيد مباراة مهمة، لكن الاهم هو اياب دور نصف النهائي امام فريق النجم الساحلي. فبالتالي التشكيل ما كانش النهاردة واضح بشكل كبير بالنسبة لكابتن حسام البدري، ما بانش في التمرين بشكل كبير. بالنسبة للشريف اكرامي، الشريف اكرامي متواجد في قائمة النادي الاهلي بشكل طبيعي، لكن النهاردة وامبارح الشريف اكرامي كان بيعمل بعض التدريبات التأهيلية بالجري حوالين الملعب، تدريبات تعتبر تدريبات استشفائيه بالنسبه لشريف اكرامي، ما شاركش في اي تدريبات خاصه بحراس المرمى مع كابتن طارق سليمان، وده بسبب الاجهاد العام اللي بيعاني منه شريف اكرامي وبالتحديد العضله الضامه، ويمكن هو كان اشتكى مع نهايه مباراه الاتحاد، لكن ان شاء الله بنسبه كبيره الشريف مش هيبتدي مباراه الغد ايضا عشان يتم تجهيزه ويكون لائق بشكل اكبر لمباراه النجم الساحلي، واللي هيكون اقرب طبعا محمد الشناوي هو اللي يبتدي في مباراه الغد. بشكل عام ان شاء الله الفريق جاهز. طمني على وليد سليمان، اخبار وليد سليمان ايه؟
زي ما قلت لك كابتن شادي وليد يعني اصابته ان شاء الله مش كبيره قوي. وليد عنده طبعا كدمه قويه في الانكل وفي الركبه، هي كدمه في الانكل سمعت في الركبه، لكن وليد ان شاء الله باذن الله بيتم تجهيزه بشكل كبير ان هو يلحق مباراه النجم الساحلي بشكل كبير ان شاء الله. هيلحق وليد سليمان ان شاء الله، حالته مطمئنه بشكل كبير جدا، وان شاء الله هيكون لائق لمباراه النجم الساحلي. وخليني اقول لك ان في حرص كبير جدا من كابتن حسام البدري على اللاعبين، مش عايز يستنفذ كل طاقتهم اكيد خلال مباراه الغد، عشان طبعا زي ما قلت لك يا كابتن شادي مباراه النجم الساحلي اكيد مباراه مهمه سواء للجهاز الفني اللاعبين الاداره كل جمهور النادي الاهلي، وهدف الاسمى بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين هو تحقيق بطوله دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله خطوه كبيره ان شاء الله النادي الاهلي هيعديها من خلال مباراه النجم الساحلي ان شاء الله. زميلي امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على المجهود. كمان نطير سريعا ونعرف الاجواء جوه النادي الاهلي، والحمد لله اكتر حاجه في الاعلام ولازم اشرح لحضراتكم تبقى الاعلامي مبسوط منها، لما انت تبذل مجهود وتكافح في قضيه معينه وتظهر للناس الحقائق وتتكلم عن جماهيرك وتحاول تقاتل على الجماهير ترجع وناخد قرار الجماهير تبقى موجوده من تاني ونستغل وصول مصر لكاس العالم، كمان لما تخاطب النادي بتاعك والنادي اللي انت بتنتمي له والنادي اللي بيحميك والنادي اللي بيزود العدد في المدرجات وتنجح، ده بيبقى انا بكلمكم بلغه رجل الشارع البسيط، بيبقى مش هقول نجاح ولا، لكن في قضيه بتحارب عليها وربنا يكرمك وتزود عدد جماهيرك، مش هقول احنا اصحاب الفضل، لكن بيبقى في اشاره حمراء بتنورها للمسؤول وتقول له خلي بالك يلا مع بعض بنستغل ده ونزود عدد جماهيرنا، وده اللي عمله النادي الاهلي. عشان كده كمان معانا على الهاتف المدير التنفيذي المحترم اللواء شيرين شمس، برحب بحضرتك يا فندم. شادي زي حضرتك فندم، اكيد برحب بحضرتك في البدايه، حضرتك وعدت واوفيت مع مجلس اداره النادي الاهلي، والخبر اللي انتشر خلال اليومين اللي فاتوا وزياده عدد الجماهير من 40,000 ل 50,000 غير الدعاوي، الكلام ده مظبوط ولا لا؟ لا هو كله 50,000 كله 50,000 زودنا 10,000 تمام كده ده كلام اخير لا خلاص كده تمام. طيب عايز اعرف من حضرتك سياده اللواء نقطه مهمه جدا عشان البعض يتساءل، وانا عارف حضرتك في ملفات مهمه، السيستم اللي موجود بتدي الصلاحيات للاستاذ وليد مهدي وغيره وغيره من الملفات، في البعض اللي بيدخل ومش عارف ياخد الكارنيه بتاع التذكره يعمل ايه؟ لا بص حضرتك هو الموضوع كارنيه بس عشان الناس برضه تبقى فاهمه يعني خلاص احنا مش هنستخرج كرنات لانه مش هنقدر نبتدي نستخرج كرنات دلوقتي لانه النهارده حد فاضل اسبوع مباراه. فدلوقتي اللي عايز يخش ياخد تذكره عاديه وهيروح ياخدها برضه من المنفذ زي ما كنا عاملين قبل كده. تمام. احنا عملنا دلوقتي 20,000 بعد المباراه بقى هنفتح للناس انها تقدم ونبتدي نستخرج لهم كرنات. اللي مش عارف يطلع كرنيه زي ما بيقول بيجي يشرف في النادي الاهلي ويجيب الصوره بتاعته والبطاقه رقم قومي وبنعمل له كده مفيش مشكله يعني. تمام ده كلام محترم عشان الناس بيبعتوا لنا كتير جدا بيدخلوا على السيستم ما بيستجبش معاهم، يبقى حضرتك وضحت الصوره بتدخل على القديم زي ما انت قلت وبتاخد تذكرتك من عن طريق الانترنت. تمام تمام. النهارده النادي الاهلي فتح باب الترشح لرئاسه النادي الاهلي والانتخابات النادي الاهلي، هل في حد تقدم النهارده يا فندم؟ في بس يعني استاذ محمد ثابت فضل الله هو قدم على الرئاسه. هو الوحيد اللي قدم. مفيش حد تاني قدم؟ لا يا فندم مفيش حد قدم. الامور تمام بالنسبه للانتخابات، وعايز اسمع من حضرتك رد البعض اللي بيعبث دايما بالنادي الاهلي وتصيد الاخطاء وكلام كتير جدا، قال لك ده طول عمرها يوم جمعه فالنادي الاهلي لا عملها خميس، وضح لنا الصوره دي عشان كل الناس سمع حضرتك اتفضل. يا فندم هو يعني كمجلس اداره يعني واخد قرار ويمكن من التصويت على اللائحه المره اللي فاتت انه مش هيبقى فيه تصويت في وسط الاسبوع. بس احنا جانا جواب رسمي حضرتك من مدير الشباب والرياضه. وطلبوا في الجواب رسميا تلافي يومي 24 و25 يعني الكلام كان واضح ده اللي هو الخميس والجمعه. وبعدين حضرتك كمان انا عندي يوم السبت نادي الجزيره عامل انتخاباته.
انا يعني لما اعمل السبت الاهلي والجزيره في منطقه الجزيره يبقى انا بقفل المنطقه كلها. تمام. وهم بعتوا في الجواب انه يعني يا ريت يكون الانتخابات يا 27 يا 28 يا 30. ف 27 و28 اللي هو الاثنين والثلاث ده في وسط الاسبوع، في وسط الزحمه، في وسط كل حاجه. فاحنا رفضنا هذه الفكره. وبعدين بعد كده حضرتك شفنا اجنده الاجازات في الدوله، فلقينا ان شاء الله هيبقى اجازه رسميه بمناسبه احتفال بالمولد النبوي الشريف. فكده بقت اجازه رسميه، مش فارقه بقى هي خميس جمعه، يعني بدل عملت في اجازه رسميه اللي هو المدارس والجامعات والدوله كلها اجازه. تمام. الموضوع مش فارق، يعني مش فارق هي الناس اللي بتتكلم وتقول وسط الاسبوع يعني نراجع بس. فاحنا عاملينها في يوم اجازه رسميه في الدوله بالمدارس والجامعات والحكومه والقطاع الخاص والقطاع العام وكل حاجه. اعتقد انها ما فيش مشكله كده يعني. وصباح اجازه الجمعه يعني مش فيش حد هيتعطل في حاجه. يعني ما فيش اي عطل في اي حاجه. عايز اكلم حضرتك كمان، انا عارف ان دايما النادي الاهلي بيشتغل من بدري، وانا دايما وانا بتابع مع حضرتك مش هخفي على الساده المشاهدين قبل المباراه المهمه خصوصا مباراه النجم الساحلي، وحضرتك بتسافر دايما قبلها بيومين، التنظيم، التذاكر، الجماهير، والاجتماعات مع مديريه امن اسكندريه، حصل تواصل من دلوقتي يا سياده اللواء؟ لا، التواصل بقى له اكثر من اربع خمس ايام حاصل يعني. ورتبنا كل حاجه مع السيد مدير امن اسكندريه، مع السيد رئيس مباحث اسكندريه، كل حاجه مترتبه تمام. الرتوش بقى الاخيره اللي في اليومين اللي قبل المباراه بتبقى على ارض الواقع زي ما بيقولوا، هم حاطين مكان واحنا حاطين مكان، بس برضه بنراجع خططهم وبنرتب مع بعض كل حاجه. فيعني لا، الدنيا كلها يعني الامور كلها ترتبت خلاص، كل حاجه جاهزه ومفيش مشكله في اي حاجه حضرتك. الاجتماع الامني ان شاء الله هيبقى امتى المباراه؟ هيبقى يوم السبت ان شاء الله. يوم السبت. سيادة اللواء حضرتك حابب تضيف أي حاجة تانية؟ لو في أي معلومة حابب تضيفها اتفضل يا فندم. لا مفيش حاجة يا فندم، هو بس يعني طبعا مش هقول بقى الالتزام وبتاع، لأن خلاص الالتزام دي قصة عدناها بالنسبة للحقوق. يعني احنا ابتدينا البطولة زي ما قلت ب 5000 سلام، وصلنا دلوقتي الحمد لله ل 50. تمام. ال 50 وال 5000 ده اللي الأمن وافق عليها، وافق عليها نتيجة التزام الجمهور والمنظر الجميل الحضاري اللي احنا شايفينه. يعني انا يعني بنشكر جمهورنا، الناس على وعي كبير جدا وناس فاهمه هي بتعمل ايه، فده اللي رفع العدد من 5000 ل 50000. تمام. حاجه اخيره، النجم الساحلي قال ميعاد الوصول بتاعه ولا لسه؟ هيوصلوا ان شاء الله حضرتك يوم الخميس على طياره خاصه الى اسكندريه مباشره، هيوصلوا الساعه 5 مساء، وهيتدربوا الجمعه، هيتدربوا السبت ان شاء الله. ان شاء الله. سياده اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي، بشكر حضرتك يا فندم شكرا جزيلا. دايما في البدايه بنحب كل الاخبار حضراتكم بتبقى فيه البعض منها على السوشيال ميديا مفيش اي اساس من الصحه، زي مواضيع كتير جدا هنناقشها النهارده، وتلاقي الناس بتتداولها وبعد كده ترجع تكذب ونحتاج ان احنا نطلع في الاعلام، كل الكلام ده بيحصل. فمن هنا دايما في بدايه البرنامج بيبقى معانا اللي موجودين في التمرين، يقول لحضراتكم المعلومات، مين النهارده دخل ال 18، مين خرج، الاصابات، المعلومه بتبقى موثقه داخل قناه النادي الاهلي. معاك المدير التنفيذي يقول لك الدنيا فيها ايه، مين تقدم، مين ترشح، النادي الاهلي خاطب مين، عمل ايه، وهي دي قناه النادي الاهلي الرسميه. اللي ما تحب تاخد معلومات تعرفها من قناتك، في الوقت اللي فيه البعض بيشكك في قناه النادي الاهلي، وده اللي انتم هتشوفوه ايضا بعد شويه. عايز اتكلم على فريق كره اليد حامل اللقب السنه اللي فاتت، وزي ما قلنا حامل اللقب ببطوله افريقيا. عايز اقول ان السنه اللي فاتت موسم ولا اروع في كل الالعاب الجماعيه، كان في الاخفاقات في الاول وباكد على ده، كان في اخفاقات، ولما يبقى في اخفاق تشتغل يحصل تدعيمات. مروان هشام اخذ الملف وعدنا وقال لنا هتشوف في كل لعبه هتلاقي عناصر مهمه جدا بتضيف عشان احنا التارجت بتاعنا نجيب البطولات. اتحقق ده؟ ايوه اتحقق ده. بطوله افريقيا في اليد، في السله، في الطايره، خصوصا السله كانت اول مره تحقق بطوله افريقيا. كمان كره اليد السنه اللي فاتت نتائج ولا اروع. بكره صباحا ان شاء الله
هتغادر بعثة فريق كرة اليد بطل أفريقيا للدفاع عن اللقب. خلينا استعرض مع حضراتكم الأسماء سريعا. الجهاز الفني بقيادة الكابتن عاصم حماد، واحد الشخصيات المحترمة اللي بنثق فيها بالجهد والعرق والإخلاص بتقدر تحقق أهدافك، وهو ده عبقرية النادي الأهلي، بتختار الرجل المناسب في المكان المناسب. البعثة كابتن عاصم حماد مدير فني، كابتن محمد عادل مدرب عام، واحمد قدري طبيب الفريق، والدكتور حسام ابو كريش مخطط الاحمال، ومحمود رمضان طبيبا، ومحمد شهير العطار مدلكا، ومحمد سليمان محللا فنيا. وقائمه اللاعبين هادي رفعت والسيد محمد ومحمد عصام ومحمد عبد الوارث ومحمد ابراهيم وعمرو حجاج ومصطفى خليل وممدوح طه وهادي رفعت وعمر الاليوبي ومحمود زكي ومحمود فايز وعمر الوكيل الشهير ببكار ومحمود عاصم واحمد حسام وابراهيم المصري واسلام حسن واحمد عبد الرحمن وعبد الحميد السيد كامل. دي اسماء الرجاله اللي مسافرين يدافعوا عن اللقب الافريقي في كره اليد، وكمان بنثق فيكم بندعمكم. فرحونا زي ما فرحتونا السنه اللي فاتت. اللي انت توصل للنجاح ده سهل، لكن النادي الاهلي هو صعب الحفاظ، وده اللي احنا اتعلمناه من رموزنا. عليكم اللي انتوا تتحملوا المسؤوليه، متوفر للفريق كل حاجه، وان شاء الله ان شاء الله ترجعوا لنا بكاس افريقيا كالعاده. كمان عايز اعرض بعض الفقرات في البدايه، لان النهارده هنرجع لكم فقره السهم الاحمر. مختلف شويه النهارده لغايه لما دايما بنصارحكم كل حاجه في الكواليس، الجرافيك يخلص بتاع الموضوع، وهنرجع بالسيستم بتاعنا اللي كنا بنعرض فيه بعض الكلام الغير منضبط الغير مسؤول واللي بيعمل فتنه. ودايما عودت حضراتكم في الفقره دي هتكلم بعد شويه باستفاضه اكتر، ولكن عشان تبقوا معانا في الصوره كل واحد، احنا دايما رد الفعل، احنا مش الفعل، بنطالب فرقه الكوره هي تبقى الفعل، لكن احنا كبرنامج بنقعد ننتظر ونتفرج ونشوف مين ليه اهداف يمين ومين ليه اهداف شمال. هنرجع نتكلم في كل ده ونعرض فيديوهاتنا مع حضراتكم، لكن خلونا نروح نشوف 100 سنه اهلي معانا مين النهارده ونرجع لحضراتكم. تمضي الأيام والسنين ويفنى ما فيها، ولكن هناك شخصيات تبقى شامخة كالوجود بفضل أسمائهم وتاريخهم العريق، أفنوا حياتهم داخل جدران القلعة الحمراء. ولذا نواصل تقليب وتصفح فصول كتاب 100 سنة أهلي لنضع تحت الضوء شخصية من شخصياته المبهرة، لنتزود من صفحاتها معنى العطاء والاجتهاد والإيثار والفن والموهبة. هو أحد اللاعبين القلائل الذين جمعوا بين الموهبة والأخلاق، لاعبا تونسيا بنكهة مصرية. هو الأسطورة التونسية أنيس بوجلبان، من مواليد 6 فبراير عام 78 بمدينة تونس، لعب لعدة أندية في تونس منها فريق الصفاقسي الذي لعب له 10 مواسم منذ عام 97 حتى موسم 2007 قبل أن ينتقل للنادي الأهلي في موسم 2007-2008 ليبدأ معه رحلة من البطولات في فترة لم تتجاوز العامين، ولكنه حقق خلالها العديد من البطولات والإنجازات، فضلا عن أنه كان يقدر معنى وقيمة أن تكون لاعبا داخل فريق النادي الأهلي، فالأمر مختلف تماما. بوجلبان وصف انتقاله للأهلي بأنها الخطوة الأفضل في مسيرته الكروية لتاريخ النادي الكبير، والذي كان ملك البطولات أفريقيا وعربيا خلال الفترة التي انتقل إليها بوجلبان للأهلي، لينجح معهم في حصد العديد من البطولات أهمها دوري الأبطال الأفريقي عام 2008 على حساب القطن الكاميروني، بعد الفوز في الإياب بهدفين نظيفين والتعادل في مباراة الإياب بالكاميرون بنتيجة 2-2. وفي موسم 2009 يرحل أنيس بوجلبان عن الأهلي لينضم بعدها لعدد من الأندية قبل أن يعلن اعتزاله اللعب ويتولى منصب المدرب العام لفريق الصفاقسي موسم 2013-2014، ويلجأ للعمل الإداري بعدها.
كما شارك النجم التونسي مع منتخب نسور قرطاج الأول في 20 مباراة دولية ليظل بوجلبان رغم تاريخه القصير مع القلعة الحمراء، إلا أنه نجح في بناء اسما من فولاذ في سجلات اللاعبين الذين لن تنساهم الجماهير نظرا للجهد والإخلاص الذي كان يؤدي بهما مرتديا القميص الأحمر، فضلا عن أنه كان أحد الأسماء الرنانة التي ساهمت في التتويج بالبطولات المختلفة سواء على المستوى المحلي أو الأفريقي تحت قيادة الساحر البرتغالي مانويل جوزي. ومن المواقف التي لا تنسى وكتبت في تاريخ النجم التونسي حينما ترأس وفدا تونسيا في زيارة للقاهرة والنادي الأهلي من أجل تقديم واجب العزاء في شهداء النادي الأهلي الأبرار ليبقى أنيس بوجلبان أحد الأسماء الرنانة التي لا تذهب أبدا من ذاكرتنا وحدوتة من حواديت القلعة الحمراء. معانا في 100 سنة أهلي النهاردة واحد من نجوم النادي الأهلي، وأنا مش هسميه محترف، اللي ينطبق عليه على جيلبرتو وفلافيو ينطبق على أنيس بوجلبان. لاعب في النادي الأهلي، كان جايب هدف، كان نفسه يحقق بطولة أفريقيا، كان حظه وحش، لعبنا مباراة النجم، حصل اللي حصل، خسرنا المباراة. اللعيبة تعهدت مع الجهاز الفني هنجيب البطولة عشان ثلاث حاجات، عشان اسم الأهلي وجماهيره وأنيس بوجلبان، واللي مش مصدقنا يسأل باقي اللاعبين. كان موجود في الصفاقس وكان بيلعب مع النجم في المباراة مع الصفاقس في استاد رادس، وكان بيقابل النادي الأهلي وكان كابتن فريق الصفاقس. خسر البطولة، كان حظه وحش، جه النادي الأهلي، النادي الأهلي خسر أمام النجم الساحلي بعد ما كان حقق البطولة عامين متتاليين. فضل في النادي الأهلي بيقاتل زي الرجالة اللي كانت موجودة، اتحدى نفسه، داس على نفسه، وكان حلمه يحقق بطولة أفريقيا مع النادي الأهلي. رحنا جروة، وصلنا للنهاية، قابلنا القطن الكاميروني، رفعنا الكاس وأهدناه للمحترم اللي تحمل فانيلة النادي الأهلي أنيس بوجلبان. عشان كده دايما بنتشرف باللاعب اللي بيلعب جوه النادي الأهلي ويصنع تاريخ وأمجاد وهو عايش في تونس، لكن دايما بتلاقوه بيسأل على النادي الأهلي، دايما بتلاقوه موجود في التدريبات وروحه زينا، لاعب عنده ثقافة الانتصار، ثقافة منصة التتويج. اللي عاشر أنيس بوجلبان شخصية رائعة، محترم، مهذب، قاتل جوه الفريق مع زمايله، عمره ما عمل مشكلة، تقول له بره ال 18، تقول له احتياطي، تقول له العب، كان دايما قد المسؤوليه ومحترف بمعنى الكلمه. عشان كده كان معانا في 100 سنه اهلي النهارده نجمنا انيس بوجلبان. دورنا بنشوف الاعلام كله والبرامج كلها ونشوف مين ليه اهداف ومين بيقول الكلام ده ليه وعشان ايه. هرجع اكرر كلام انا قلته لحضراتكم الاسبوع اللي فات، وانا على عهد مع حضراتكم، بعد عهدنا مع ربنا سبحانه وتعالى في عهد مع مشاهدين، بيتقال كل حاجة عن قناتك عشان ما تصدقش، يبقى 50 60 100 200 300 1000 عايزين يفرضوا رأيهم على الجميع. ايه قناة النادي الاهلي؟ مش عارف ايه، مش عارف تقطيع في المسؤول اللي موجود، تقطيع في لعبة النادي الاهلي، نجوم اعتزلت، كل ده بنرصده لحضراتكم. وقبل ما اتكلم في اي حاجه، انتوا تاني وتالت ومليون، انتوا الحكم، وانتوا اللي بتقوونا، وانتوا اللي بتقولوا لنا اتكلم في كل حاجه بدون خوف، ما هو بدون ظهير جماهيري بيديك دفعه معنويه عشان تلعب وعشان تقاتل وعشان تقول كلمه الحق، يبقى مش هنقدر نقول، لان
الفساد والشبهات وحاجات كتير جدا تأكد تماما اللي بيقعد يوزعها على الناس هو أول واحد بيعمل كده. ده واقع عايشين فيه ودي حقيقة عايشين فيها. فمن هنا اخترنا اللي احنا نقتحم عش الدبابير زي ما بيقولوا. نقتحم أصحاب المصالح، نقتحم الموعودين بكل حاجة، نقتحم كل حاجة. فمن هنا رأينا واحد وفاكرين بنقول ايه النهاردة وهنقول ايه بكرة وبعد سنة. قلنا لحضراتكم في انتخابات اتفتح الباب النهاردة. وفي شقين كإعلام هنشتغل بمبادئنا وقيمنا ونساعد فرقتنا ونساعد الجهاز الفني ونهيئ له الجو وندعم جماهيرنا ونزود عدد جماهيرنا زي ما حضراتكم شفتوا كان العدد 40 قاطبنا هنا وخطبنا سيادة وزير الداخلية وخطبنا ناس كتير من ساعة لما كانوا 10,000. وأنا عارف اللي في الإعلام إيد لوحدها ما تسقفش. لكن لما بيبقى في دعم جماهيري بتصدق الحكاية ربنا بيكرم. ففي ناس صدقت الحكاية وناس قالت كلمة الحق تتفق تختلف. البرنامج ده هو الوحيد اللي بيدافع عن حقوق جماهيره ولازم تبقى موجودة وعن حقوق كل جماهير مصر اللي انت بتبني مدرجات عشان ابقى قاعد فيها واشجع. كل ده اتكلمنا مع حضراتكم فيه. فزي ما عهدناكم في الكلام ده كله مش هنتخلى عنكم ابدا طالما في احترام واحترام المؤسسات واللي انت بتشجع فرقتك والمظهر المحترم الشيك هنساند ده. دورنا برضو اللي ندافع عن اللوجو النادي الاهلي وكيانه. ليه؟ عشان اوقف واحد واخد وعد هنا بحاجه والتاني مش عارف ايه والتالت مش عارف ايه والرابع والخامس وكله مرصود بالاماكن حتى اللي بيجتمعوا فيه. هنا وهنا. هنا وهنا. والعدل بيقول ان الاعلام مسؤوليه. ولما يبقى فيه اعلام فيه مسؤوليه زي ما هتشوفوا في فيديوهات كتير هتشوفوا اللي احنا بنعمل احيانا من الحبه قبه. واحيانا نحط السم في العسل. واحيانا نجي على طرف على حساب طرف اخر. واحيانا تاني مصلحتي هنا موت الطرف الثالث. فمن هنا راينا احنا هنا كبرنامج كل اللي هيمثل او هيترشح لانتخابات النادي الاهلي الكل هم محترمين قادرين على قياده السفينه لبر الامان وربنا يولي من يصلح. تاني عشان بتتهمونا واللي عنده حاجه هن فيها رمز او اتكلمنا على حد بشكل غير لائق طلعوا لنا الفيديو بدل الكلام المرسل. وهرجع اقول لكم على حاجه لشخصي انا مش من نوع اللي اقول لك هات لي 100 سنه اهلي بقى بيه هات لي كده بقى ايه ال 27 بطوله اللي جبناهم. طب هات لي مش عارف ايه ضربات الجزاء المؤثره. طب هات لي واحنا وحشين. طب هات لي كل حاجه اعرض صورتي كل شويه. عمرنا ما عملنا كده. لان الناس عارفه جمهور الاهلي محترم عارف ولاده مين وتعبوا ازاي. فمن هنا هرجع اقول صفحات وناس كتير جدا مش عايزانا نتكلم اضغط ده بيطبل ده بينافق لمين وعشان ايه؟ اهو انا بقول لكم بصراحه لو في حد يقدر يقول الكلام ده لمين وعشان ايه؟ فراينا اهو اللي انتم مستنيين. كل اللي هيمثل دخل انتخابات في النادي الاهلي ربنا يوفقه. الكل محترمين والكل رموز محترمه والكل قادر على قياده السفينه لبر الامان وكلهم ولاد النادي الاهلي وكلهم ولاد النادي الاهلي. والبرنامج ده مفتوح لاي حد تشرفونا تنورونا وبالعكس ولا بنعمل كمائن ولا الاونطه اللي انتم بتسمعوها ودي المعركه الانتخابيه نفس الثقافه او المنتاليتي اللي مخه تعبان. في حاجه في الرياضه اسمها معركه. انتوا اللي شحنتوا بالاعلام الهابط دوت والناس اللي هي ملاكي المرسله تقعد في البرامج عشان تبقى بغبغانات بتفقد شخصيتها واحترامها عند الناس. الاهلي مع في معركه وارجع بيكم للتاريخ الاهلي قبل الاسماعيلي عارفين التعصب اتبنى منين وصدقونا مش هنكذب. الاهلي قبل الاسماعيلي معركه في الاسماعيليه بين الجمهورين. جمهور الاهلي بيحشد لجمهور المصري وبيحضروا اسلحه. مش ده سمعتوه ولا انا جايبه من عندي؟ جماهير الاتحاد تتوعد جماهير الاهلي في الاسكندريه في معركه ولا مش عارف ايه. مين اللي قال المصطلحات دي؟ دي اسمها رياضه. ورياضه يعني روح رياضيه. يا رياضه يعني حب فرقتك بدون تعصب. ده كان موجود؟ اه طبعا كان موجود وبيأثر. وتيجي تحلل مباراه للنادي الاهلي
وجمهور الاسماعيلي ده بيعشق كره القدم. اكلمكم بصراحه، عارفين التعصب بيجي منين؟ تروح انت ماسك المباراه، بتحلل ساعه ونص ولا ساعتين ولا لغايه الفجر، فتروح ماسك 18 ساعه الاهلي، وتروح يعني عن استحياء تجيب جمله للاسماعيلي. فمن هنا بقى في حاله من الغضب عند الناس. هي دي القاعده، يقول لك عشان الجماهيريه يكسبها في حضني وبتاع، لكن دي مش قاعده. مش عايز اتفرع لمواضيع تانية، ولكن الخلاصه اللي احنا رصدنا بعض الفيديوهات المهمه جدا جدا، ودي هتبقى هنحاول نخليها فقره يوميه او بدايه الاسبوع او نهايه الاسبوع، لكن من وجهه نظرنا اللي الكلام فيها بيبقى تجاوز، وفي منها الحاجات الكويسه، لكن ده الهدف منها. وانا وعدت حضراتكم وانتوا الرسائل اللي بتبعتوها سواء على صفحه شادي محمد كره والجماهير، وانتوا اللي قلتوا لنا وبعت لنا رسائل كمل، واحنا وراك وفي ظهرك، والاهلي فوق الجميع. تعالوا نشوف اول فيديو معانا ايه عشان نرجع نعلق عليه. اتفضل. بيت سليمان واللقطه اللي كانت في نهايه اللقاء، وتدخل عنيف جدا من هشام شحاته مع نهايه المباراه عظيمه، هيعرضها لنا بس يجيب لنا اللقطه الاولانيه بتاعت وليد سليمان. بص بص بص، اتفضل يا كابتن حسن، اتفضل. وليد طالع، لا وليد طالع يدي كوع بأذية هنا أمان. هنا تستحق فيها طبعا الحكم لو بيشوف، هنا تستحق انذار او طرد. لا دي طرد لو الحكم شافها في القانون. مظبوط يا كابتن، دي في القانون طرد. مظبوط. فهو اللاعب هنا هو ده اللي عايز اعرف اللعيب رقم كام؟ ثلاثة. هو شافش حاجة، هو خلصوا من بعض، هو خلصوا من بعض، لان الكوره دي ما فيهاش احتكاك اللي هو طيب. انا بلعب على الكوره، بص هنا. دي كابتن حسن، كابتن حسن خليني اشكر حضرتك حقيقه، لانه اللقطتين والربط ما بينهم وبين بعض يعني هو حاجه جميله. لا ما شفتش الاولانيه عشان كده اديت عذر شويه. احنا قاعدين هنا، واحنا قاعدين هنا كابتن زكريا قلنا وليد، حتى انا قلت وليد مؤذي، يعني انا قلت وليد مؤذي. ليه؟ لان هو طالع مش طالع على الكره وبيشيل كعانه، احنا بنقول انت تحط كعانك كده لما تكون طالع عشان تحمي نفسك. وليد سليمان مش مؤذي، وليد سليمان لاعب راجل بيحب يكسب ولابس فانيلة النادي الاهلي. مش معنى اللي هو لعيب راجل وبيحب يكسب وبيتألق وبسم الله ما شاء الله اللي هو معناها اللي مش هو يبقى مؤذي، معناها اللي هو بيتحمل مسؤولية الفانيلة اللي لابسها اللي بتعرف البطولات. طيب كلمة أنا لي اعتراض على مدربنا الكبير المحترم الكابتن حسن شحاتة، أكيد لنقطة مهمة جدا. لا أنا طالع أحمي نفسي في اشتراك، وبدليل لو هعرض لحضراتكم اللعبة، أنا بكلمكم بخبرة مواقف كتير في الاتحاد الدولي، كان بيتعامل محاضرات والنادي الأهلي في اليابان، كان بيجي معاك واحد من الحكام الدوليين رئيس الحكام في الاتحاد الدولي ويقعد معاك ويشرح لك الألعاب دي بالذات. النهاردة في اللعبة دي انتوا عرضتوها والناس كلها اتكلمت، لكن هشرحها لكم بشكل مختلف. هو مين اللي عمل ارتقاء اعلى؟ وليد اللي عمل ارتقاء اعلى من قبل اللعبة، فالتايمنج بتاعه كان اعلى، فلازم اطلع احمي. طب وليد لعب الكورة ولا لا؟ وليد لعب الكورة، فبالتالي انا طالع احمي لعبتي عشان انا في الجو اي لمسة ليا هفقد اتزاني. طب وليد عمل كده، فلو هو مركز اللي هو يضرب مش هيلعب الكورة بدماغه، دي امور بسيطة جدا. فين ال... طيب ايه علاقة الأذى باللي أنا بقوله؟ عيدوا اللعبة من تاني وشوفوا الحاجتين اللي أنا بقولهم. الارتقاء عالي جدا، ووليد طالع التايمنج بتاعه هو اللي صح، فبالتالي الجامب بتاع هشام شحاتة هو أقل منه، فوليد نط عالي. اللي تحت منه لما يجي يشترك هيبقى فين الاشتراك بتاعه؟ هيلعب كوع وليد مش هيلعب الكورة، لأن وليد خلاص الارتقاء بتاعه أعلى بكتير. أدي واحد. رقم اتنين، وليد بظهره هو مؤذي في إيه؟ بصوا يا جماعة اللي بقول لحضراتكم، وليد أخذ الجامب عينه مش على اللعيب خالص، هو فين؟ لعب الكرة وبيلعب، دي لعبة طبيعية جدا جدا ما فيهاش أي، لو فيها هنقول ونقول وليد يتعاقب. بالمناسبة بيلف، اطلع بقى عدها لي كده بسرعة. الارتقاء هنا فين؟ هشام لما ينط هيوصل فين؟ الارتقاء اعلى. كوع وليد لمس هشام، لمسه، لكن اللعيب ما طلعش حما بكوعه اللي هو وليد.
خلاص وليد الارتقاء اعلى بكتير، فهنا اللعيب الجامب بتاعه هو ده اللي انا عايز اقول، مش اذى، ده مش اذى، ده لعب برجوله على الكوره واللعبه ترتقي لفاول ممكن عشان حصل صدام ترتقي اللي هو ممكن ياخد انذار اصفر، لكن مش اللي انا عايز اقصده اللي هو مش متعمد ومش بندافع وخلاص، مش بندافع وخلاص، لكن اللي انا عايز اقوله اللي ايه علاقه الاذى، اذى ليه؟ هو احنا بنلعب عشان ناذي بعض ولا بنلعب عشان عايز اكسب؟ والنادي الاهلي ثقافته مختلفه وثقافه الاهلي غير، وهو ده الحقيقه، الراجل فيه في مكانه 6-7 وفي منافسه، لو انا مش هلعب واكسر الدنيا وابقى راجل ومتحمل مسؤوليه جماهيري والفانيلا اللي انا لابسها، لا خلاص اول المره الجايه ادخل اتدلع، ما تعملش جامب، ما تستخدمش ايديك اربطها والكره الثانيه بعدها على طول لعبه تبطل برضه. بس خلينا نقول الف سلامه للاثنين، لهشام شحاته لو هو في حاجه الراجل الف سلامه عليك، ولو وليد سليمان الف سلامه عليك، وان شاء الله انتوا الاثنين ترجعوا بالسلام. لكن كره القدم انا بحمل، انا مش عايز الحكام يزعلوا مني، كره القدم لعبه رجاله، لعبه كره مشتركه قويه، لعبه انتوا الحكام سنين طويله بالدلع، اتفرجوا على الدوري الانجليزي كره مشتركه مش اي حاجه تتحسب، ومش كل شويه توقف الماتش وحاجات كتير جدا جدا جدا. اتذكر موقف جه في دماغي دلوقتي، مباراه الاسيوطي اللي اتصاب فيها عمرو جمال، وليد سليمان في الباك ليفت دخل فيه بطلوا كوره، ما شفتش واحد قال بيأذي وليد سليمان كان هيبطلوا كوره، ما شفتش واحد في مصر، ما شفتش واحد في مصر قال الجمله دي. هو الامور بقت عجيبه في الاعلام، الاهلي اطحن وفرم والباقي كله محدش شايف. الاهلي ماشي كويس، الاهلي كسبان يعني ماشي كويس في الدوري العام ومكمل في بطوله افريقيا وبيطلعوا فيه القطط الفطسانه، وفي انديه ما بتاخدش حاجه، الناس خايفه، الناس مرعوشه، الناس مرعوبه، بيخافوا يتكلموا. اقول لكم على حاجه كمان بعيد عن الموضوع ولا بقى، النادي الاهلي تحس اللي هو في مصر هو اللي عنده انتخابات ومفيش منافسين في اي انديه تانيه، هنتكلم بعد شويه بس هي دي الحقيقه. فمن هنا وليد سليمان لاعب راجل مش مؤذي، هي دي الخلاصه. ف اما تطلع من طبعا انا كابتن حسن شحاته بحبه جدا وشخصيه محترمه جدا جدا وصاحب فضل عليا انا شخصيا، خصوصا في 2008 في كاس الامم الافريقيه في غانا، واحده من اهم البطولات في تاريخ مصر والفرصة الحقيقية في تاريخ الواحد أخدها مع المدرب المحترم. لكن بنتناقش، الكبير بيبقى ليه احترامه أكيد، لكن وجهات النظر ممكن نختلف ممكن نتفق، لكن سيظل الاحترام موجود. عشان كده دور مهم في الإعلام، هيأذي زميله ليه وجماهير الاتحاد تبقى غضبانة وجماهير الأهلي مش عارف إيه تأذي تبقى، فما بتطلع من نجم كبير زي كابتن حسن شحاتة بتبقى تقيلة شويتين. تعال نشوف الفيديو اللي بعد كده برضه في نفس القصة ونفس الموضوع والتناول الإعلامي، وبنعمل من الحبة قبة زي ما قلت، نروح نشوف الفيديو تاني. اتفضل. أخبارك يا هشام؟ كله تمام؟ الحمد لله. طمني يا هشام عليك، الإشاعة قالت إيه؟ مفيش يا كابتن، الحمد لله شرخ بسيط بس. جالك إيه؟ شرخ بس بسيط. شرخ؟ شرخ في الجمجمة. ده بسبب كوع وليد. تمام. هشام انت حاسس ان كان مقصوده ولا كانت يعني عفويه؟ انا يا كابتن الكره اللي هو كوع وليد. والله يا كابتن انا مش عارف، والله يعني هو مش عارف هو عامل كده ليه. بعدين انا بقول له انت ضربتني ليه كده؟ بيقول لي انت لسه هتتبرد تاني. قال لك ايه؟ انت لسه هتتبرد تاني. بجد والله العظيم هشام قال لك كده؟ كابتن. يعني انت بتقول انت ليه ضربتني كده؟ قال لك انت لسه هتتضرب تاني؟ كده. بقول له انت بتضربني، بيقول لي انا ما ضربتكش ولسه هتتضرب. طب وانت قدرت تكمل ازاي يا هشام بعد ال انا مش عارف كده، انا لحد دلوقتي مش عارف، انا مش فاكر اي حاجه في اي حاجه كده.
ادي التويت الكلام هشام شحاته لاعب الاتحاد السكندري مره ثانيه وثالثه ومليون الف سلامه، لان ما بنقبلش لاي لاعب يبقى في حاجه صعبه في اصابه، لان ده اكل عيشه. وانا قلت لكم المهنه الوحيده اللي ليك عدد سنين بس بتلعبها هي كره القدم. بس انا استوقفني حاجه النهارده وهتكلم بمنتهى الصراحه، عمل اشاعه ونبعت له كاميرات والكلام ده وكله زي الفل من حقه، ولاعب انا على المستوى الشخصي بحبه جدا، وقال لك وليد قال لي كذا ومش عارف ايه. ما احنا لعيبه في الاول وفي الاخر، زمايل، ده في الاتحاد، ده في الاهلي، ده في الاسماعيلي، علينا اللي احنا نوصل رسائل اللي احنا بنحترم بعض. يعني السنه اللي فاتت كان في كارثه، احد اللاعبين دخل وديب راح جاي قال له في زين ثلاثه على الشاشه، كانت صعبه جدا. في الاعلام اللي مش قادر يعبر عن اللي جوه، اقول كل حاجه، لكن في جمل بتبقى صعبه جدا. ده وليد قال لي كذا كذا كذا. طب ما لعيبه الاهلي بيتقال لهم كل حاجه. او وليد كمان من الاساس الاهلي كسبان، هيقول كده ليه؟ انا شفت، انا كنت في الملعب وشفت منظر انا عجبني. الجهاز الفني للاتحاد كان نازل وزعلان في اللقطه بتاعه هشام شحاته، وليد سليمان راح لهم وعمال بيقول ما اقصدش، قعد اكتر من اربع مرات عادي، انا كنت في المباراه وشفت الواقعه. فبالتالي الغضب اللي كان عند جهاز الاتحاد السكندري هدي، والناس لما شافت الراجل قال انا ما اقصدش، انا بعتذر، ما اقصدش اكتر من مره. فبالتالي الناس هدي. وانا بصراحه انا ليا سؤالين بمنتهى الصراحه. عارفين يعني ايه كسر في الجمجمه؟ انا مش بكذب حد ولا اقدر اكذب حد للامانه، لكن استفسار. اعلام بيروح وبيتكلم ومش عارف ايه وبتاع، ونتكلم في مواضيع ونديها، واللعيب ده يشيل من ده والجمهور ده يشيل من ده، ده ماليش علاقه بيه. الاستفسارين اللي انا عايز اعرفهم، راجل من امبارح عمال بيكتب على الفيسبوك ونزل خبر الحمد لله انا سليم والحمد لله ما فيش حاجه، واشكر الحاج محمد مسلحي، واشكر الدكتور عمرو الاشلم دكتور الاتحاد السكندري، واشكر كل زمايلي اللي سالوا عليا، وانا الحمد لله بطمنكم ما فيش اي حاجه. ده موجود على صفحه هشام شحاته، هو اللي منزله بايديه. طيب عمل مداخله وهو في المستشفى وكتب على الفيسبوك واستقبل مكالمات من كل الناس وقاعد بيكتب كل حاجه ومن لعبته زي ما هو قال. شرخ في الجمجمه ده بتبقى، انت عارف يعني ايه شرخ في الجمجمه؟ يعني انا مش قادر اكلم حد. وبعدين شرخ انا مش عايز اكذب حد برضو مره ثانيه، بس انا بتساءل زي اي حد ممكن عنده دماغه وبيفكر. طب انا كسر في الجمجمه زي محمد حليم قبل كده، راجل عمل عمليه خطيره وبسرعه وبتاع، او شرخ في الجمجمه. طيب ازاي؟ ما انا كملت، ده كملت اكتر من 10 دقائق، وده اللي قاله وليد سليمان في الكلام اللي قاله. بعيد بقى انا متفق او مختلف، الوليد يصرح او السكوت بيبقى افضل، ولكن الغريب هنا اللي كملت المباراه وعندي شرخ. انا بتكلم بالمنطق وبالعقل، لكن عرضنا الاشاعات عشان ما حدش يقول حاجه. وانا كلمت دكتور النهارده برضو عشان افهم، قلت لكم كل حاجه. قال لي الشرخ في الجمجمه ده ليه مستويات كتير. قال لي حاجه فيها حاجه اسمها الشرخ الخطي، ده شائع عند الاطفال لما بيقعوا على دماغهم، وده حاجه متعارف عليها يعني، واعراضه عدم اتزان، مش عارف، فقدان الوعي. ده اللي قاله لنا ما سالنا. لكن اكمل مباراه وانا عندي كسر في الجمجمه؟ مره تانية الف سلامه لوليد سليمان، الف سلامه لهشام شحاته، لكن من وجهه نظري مستقبل اللاعبين لازم نخاف على بعض ونخلي بالنا في الكور المشتركه، لكن ده موجود في كرة القدم. ده موجود في كرة القدم. نروح نشوف الفيديو اللي معانا اللي بعد كده معانا ايه ونرجع لحضرتك. اللي هو هاشتاج ابو تريكه يرجع كاس العالم، يرجع منين؟ انا ده السؤال، يعني اللي طلع الهاشتاج يرجع منين؟ يرجع من وهو قاعد في احدى القنوات القطريه بيحلل كوره؟ بالمناسبه انا ما عنديش اي مشاكل تجاه ابو تريكه، عارفه ان هو ليه شعبيه وراجل لعب في منتخب مصر ودخل معانا بطوله افريقيا، كاس افريقيا، وحقق معانا بطولات وتمام، والحقيقه جميله جدا. واحد بقاله ثلاث سنين ما بيلعبش، قاعد في استوديوهات قناه قطريه بيحلل كوره. اجي اقول له ايه؟ اتفضل على طبق من ذهب، خد العب في كاس العالم
وخد مجهود كل الناس دي. بالمناسبه هو ذات نفسه رد قال كده, انت ما كانش ردنا. هو دخل قال ده مش مجهودنا, ده مجهود ناس, ويا جماعه اللي انتوا الناس بتقولوا ده مخالف للواقع. كتب تويته رد فيها قال الكلام ده, انتوا بتقولوه ده مخالف للواقع خالص. هو انا شايفه ان بوتريكا احترم نفسه لما رد الرد ده. ليه؟ لان هو عارف ان ده مش مجهود. انا بتكلم على الناس بقى اللي كانت بتنشر الهاشتاج. ازاي بنقبل على نفسنا ان احنا نقول لواحد تعالى خد مجهود كل الناس اللي تعبت دي, وبنجيبه عشان عمل ايه؟ عشان قدم ايه؟ طب ما هو كان موجود قبل كده ومصر ما طلعتش كاس العالم على ايديه ولا حاجه. يعني مش طلعنا مثلا كاس العالم واخدنا لنا ماتشين ثلاثه فنقول لا اصل احنا بنتباشر بيه. وحتى لو بنتباشر بيه ارجعوا واحد بقاله ثلاث سنين قاعد على كاونتر زي كده, ايه علاقته بالكوره؟ ايه علاقته بالملعب؟ ولا ليه علاقه بالكوره ولا ليه علاقه بالملعب. اللي هو يعمل ايه؟ يحضر المباراه, خدوه في ايديك ويحضر المباراه, مفيش اي مشاكل. يروح يشتري تذكره ويحضر المباراه, او الناس اللي عايزاه تطلعه على حسابها, مفيش اي مشكله خالص. ما دي اسباب الكوارث في الرياضه. اللي ما يعرفش حاجه في الرياضه بيتكلم عليها وفي الاخر يلومونا احنا, يقول لك اللعيبه بتبطل وبتطلع على الشاشات. بنقول لكم اللي انتم ما تعرفوهوش, بنقول لكم كره القدم مش شغل اكاديمي. كره القدم دي لعبه بيحبها الملايين, فلما يطلع ولادها اللي رفعوا فيها بطولات حدث ولا حرج, واسرنا كلنا اسرنا كلنا بتحترمنا لتاريخنا والناس بتقابلنا وبيستضيفونا في كل حته ويقول لك البطولات والتاريخ, سايبين تاريخ محترم مع الناس كلها. وهنا هتكلم على فكره الجمله اللي بتتقال, هو اي حد يطلع مش عارف ايه يتكلم في الاعلام, انتوا عايزين النوعيه دي هي وغيرها وغيرها, اي كلام. طبعا هرد, هرد لان اتعلمت لم في عيش وملح. في زميل قعدنا مع بعض اكتر ما قعدنا في بيوتنا. هتكلم, ماليش دعوه بالسياسه في انتماءات, كل واحد حر وكل واحد يتحاسب في انتمائه, ده ماليش دعوه. انا بتكلم على عشره سنين وسفر وبطولات وفرحه مصر. مش هنسى ابو تريكه وهو بيحط ببطن رجليه في مباراه الكاميرون 2008 وشعب مصر بالكامل نزر يفرح في وقت كانت صعبه في 2008. مش هتكلم على ابو تريكه في كاس العالم للانديه وهو بيفرح الاهلاويه. مش هتكلم على ابو تريكه في مباراه جنوب افريقيا وهو بيختم حياته وسط جمهوره وبيجيب هدف النهايه السعيده. مش هتكلم على ابو تريكه في مباراه النجم الساحلي, ومش هتكلم على ابو تريكه في مباراه الصفاقس, ومش هتكلم على ابو تريكه. انا تعبت تعبت في مصر هنا. ساعات بنعمل نجوم من ورق عشان كوره قلشه منه تعمل حاجه. والله انا ما انا عشان ما حدش يفكر انا بقول حاجه, انا بتكلم بشكل عام كلام مسترسل. فتخيلوا ابو تريكه اللي انتوا سمعتوه من شويه, واحد قاعد على ديسك, فين الوفاء؟ هل التاريخ اللي انا حكيته اللي جزء منه قد كده؟ التاريخ الكبير, ابو تريكه لاعب ذو قيمه اخلاقيه وليه جماهيريه وليه شعبيه والجميع بيحترمه. حتى على مستوى العالم تلاقيه في الايفنتات الكبيره قوي بتلاقيه هو موجود. فلما نيجي نتكلم على ابو تريكه العالمي برضه كمان, دي نقطه. النقطه الثانيه, انا بعيد عن القصه اللي البعض بياخدنا فيها سياسه وانتماءات, الكل يتحاسب, ما فيش حد فوق القانون. وانا بكرر تاني, انا ليا اي زميل وبحبه وفي عشره ما بيننا, لكن على الشاشه هنا وغلط في جماهير عايزه تحترمني وعايزه تقدرني وعايزه تقول هي كلمه الحق بتتقال في البرنامج ده. فانا بتكلم على لحظه وفاء, بتكلم على نحافظ على اسماء رنانه, بتكلم على رموز حققت في الكوره. اي شاب يحلم يحلم, اي لاعب في مصر النهارده بيحلم باللي الراجل ده عمل في الكوره. فجاه كده قاعد على ديسك, فجاه كده اي حد نشوف له تذكره يسفره. طب ما تيجي نناقش الموضوع بموضوعيه وتعالوا نفكر مع بعض. واحد قاعد بياكل شويه فستق في التكييف, قاعد على السوشيال ميديا عامل نفسه كابو, ما هي الفكره ابتدت كده, وراح جاي كتب يتحمل مسؤوليه ابو تريكه وكتب
يلا جماعه نعمل هاشتاج. اللي عمل الهاشتاج ده ابو تريكا في عايزينه يلعب كاس العالم او تكريم ليه. واحد بيحبه قال كده. نروح طالعين بقى في الاعلام نبتدي نناقش الموضوع كان ابو تريكا هو اللي صرح. واحد محب عمل كده نحط الموضوع في المربع بتاعه. ابو تريكا ماله قال حاجه؟ فيطلع الاعلام يهاجم ابو تريكا يشتم ابو تريكا ويروح وداخل بقى على ابو تريكا. يروح واخد حسام غالي معاه في الطريق وشويه يروح واخد اتنين تلاته كمان وانتوا اعتقدوا تسرقوا مجهود لاعيبتكم. ابتدي نناقش الموضوع وما فيش موضوع. يروح ابو تريكا يضطر اللي هو ينزل تويته اللي انا لا انا ما طلبتش كده وما باخدش مجهود حد وده مجهود الناس. ونبتدي بالعقليه اللي احنا عايشين فيها اكذب الكذبه وتقعد تحارب عشان تكذبها وهي من الاساس ما فيش حاجه. زي ما بيعملوا معانا هنا بالظبط. الحق شتم الرموز، شتم بهاجم الكابتن محمود الخطيب، الحق مش يا عم احنا ما تطلعوا فيديو. نفس الفكره بالظبط. فخلينا نختصر في مربع بسيط. حضرتك خلي عندك بعد نظر. ابو تريكه رجع السنه الجايه، الاسبوع اللي جاي، الشهر اللي جاي، الشهرين اللي جايين. وطلع ما فيش حاجه. لان احنا بنحترم القانون ولا ايه؟ ولا بنحترمه على الكيف؟ ساعتها حضرتك هتقولي ايه؟ هتقولي ان ابو تريكا نجم النجوم، احنا براءة، الناس براءت كل حاجة والناس زي الفل. وساعتها حضرتك هتشوفيه وانا واثق من غير كده لو قابلتيه في اي حتة وعندك بنت او ولد هتجري وراه وتتصوري معاه. عارفة ليه؟ عشان هو محترم، ادى مصر كتير، فرح الشعب المصري، رفع علم بلده ورفع علم النادي الاهلي وشرفنا وانا بقول دايما في الكلام ده لما بشوفه بحزن لان لازم نختلف مع اشخاص ونتفق مع اشخاص لكن لازم يبقى عندنا نقطه مهمه بلاش اساءه ونحافظ على الحاجه الكويسه اللي اتعملت ونرجع للي اتربينا عليه كلنا. ده في أي محفل بره بيقول للمصري محمد أبو تريكة، المصري محمد أبو تريكة. فمن هنا نحافظ على بعض وما ننساش البطولات اللي اتحققت والإنجازات اللي اتحققت. وأبو تريكة اللي أنت ما تعرفوش أنا أقول لحضرتك ما بياخدش مجهود حد، مش زي ما هو قال عشان عمل حاجات كتير قوي أنا مش بصدد اللي أتكلم عنها عشان برنامج لكن عندي زمايلي كتير بيرصدوها لحضراتكم. نحافظ على الأخلاقيات ونحافظ على الاحترام ونحافظ على النجوم اللي هي عملت مجهود من عرقها وشقاها وتحدد كل حاجة عشان ترفع اسم الأهلي ومنتخب مصر. هسألك بعض الأسئلة. كنت فين لما أبو تريكة جاب الجون في مباراة القطن في مباراة الكاميرون في نهاية أفريقيا؟ كنت فين في مباراة الصفاقس؟ كنت ماسكة وهو بيشوط آخر ضربة جزاء في 2006؟ كنت حضرتك في الاستاد؟ كنت ماسكه علم مصر بس ساعتها كنت بتتكلمي على ابو تريكا كويس وكنت بتقولي ربنا يخليك لينا فرحتنا وكنت بتقولي له انت شهم ووطني وجدع. ده كان مهم جدا نوضح الصوره. مش هقول اكتر من كده بس سيبوا الرياضه بدل ما بنشوف حد بيرقص بطريقه غريبه زي ما عرضنا الاسلوب اللي فات حاجه ملهاش علاقه بالكوره حتى لو الفرحه الفرحه توديني اللي انا اعمل كده. ونشوف ناس بتعلق علينا تقول لك دول بيبطلوا كوره ورجع. بطلع اكلمك في الكوره في الفنيات، بطلع اقول لك يعني ايه 4-3-2-1، بطلع اقول لك يعني ايه حقوق النادي، بطلع اقول لك يعني ايه ثوابت النادي، بطلع اقول لك كلمه مخترق والكلام الاونطه، بطلع اقول لك حاجات كتير، بطلع اقول لك اللي احنا اتعلمناه واللي احنا نعرفه. فسيبوا انتوا للرياضه للرياضيين، كفانا من اللي احنا بنشوفه وتدخلونا زي ما بيتقال هتشوفوا بعد شويه معارك ومش عارف ايه، لكن كرة القدم بعيدة كل البعد عن الكلام ده. نروح نشوف الفيديو اللي بعد كده ونرجع لحضراتكم. طب الناس اللي اتهاجمت واللي اتشتمت واللي اتمرمطت واللي اتبهدلت الحياة من بعض من هم محسوبون على النادي الاهلي بكل اسف، سواء في هي مش قناة النادي الاهلي، دي قناة مخطوفة من وجهة نظر يعني. استنى اما اشوف قناة النادي الاهلي فين؟ حد يشوف لنا قناة الاهلي في المدينة بره؟ مين اللي خاطفها؟ حد يبلغ الامن في المدينة قناة الاهلي مخطوفة. بجد والله.
عشان ما بتمشيش على الكيف. قناة الأهلي مخطوفة عشان فيها ولادها. ما هي في فرق، ما انا قلت لكم بين عندنا عندك حرية في الكلام واللي انت مكتوف الأيدي، ده الفرق. الفرق اللي احنا مش قناة فيها بعض الشبهات. قناة الأهلي اللي بتقول هجمتنا وشتمتنا، ده انتوا ما سبتوش حد على مدار شهر. محتاجين تعتذروا لكل أهلاوي ليل ونهار، محتاجين تعتذروا للجماعة العمومية، محتاجين تعتذروا لولاد النادي الأهلي اللي شوية بيبقوا حلوين وشوية بيبقوا وحشين. قناة النادي الأهلي مخطوفة عشان فيها ربيع ياسين. قناة الأهلي مخطوفة، احنا وحشين، احنا وحشين دلوقتي، وحشين بس قبل كده كنا حلوين. قناة الأهلي مخطوفة عشان فيها شريف عبد المنعم وسمير كمونة وأسامة عرابي ووليد صلاح ومحمد فاروق وياسر، مش عايز انسى حد، مش عايز انسى حد. قناة الأهلي مخطوفة عشان فيها عادل القيعي وابراهيم المنيسي. ما هم بيمثلوا مين؟ بيمثلوا مين؟ كل الأسماء اللي أنا قلتها. قناة الأهلي مخطوفة عشان مش ماشية على الكيف. قناة الأهلي مخطوفة عشان ما بتحطش إعلانات ورا ظهرها وفي وضع الشبهات. فاحنا قناة مخطوفة، اوكي موافقين، لكن ما عندناش شبهات، ما عندناش شبهات، وصدقوني وثقوا في كلامي. لو اعلان فيه شبهة ورانا مش هنحطه ومش هنطلع هوا. ليه؟ عشان في وقت ريبة. قناة الاهلي مخطوفة عشان بتشتغل ضد مصالحكم. قناة الاهلي مخطوفة عشان بتروحوا النادي تروجوا الانتخابات وتطلعوا تكذبوا على الناس على الشاشات. قناة الأهلي مخطوفة عشان رصدين الاجتماعات اللي بتحصل وفيها ايه. قناة الأهلي مخطوفة عشان بتكذبوا على الجماهير واخترنا طريق الحق. قناة الأهلي مخطوفة عشان بتقول عودة الجماهير اللي فيهم ما بتقولوهاش الا غير لما المزاج او يبقى فيه بطولة نركب عليها. قناة الأهلي مخطوفة عشان بتقول هاني أبو ريدة يستمر عشان وصلنا لكأس العالم. اختلفنا في حاجات كتير، وده الإعلام دوري النهارده، بتعمل حاجة كويسة أقول لك كويس، لكن وصلتني كأس عالم، ده أنت ده حلم المصريين. مجلس هاني أبو ريدة لازم يستمر، ورسالتي للدولة. سيبوكم العبث اللي بيحصل، بيحصل فيه أخطاء، فيه أخطاء، لكن لازم يستمر. عشان قناة الأهلي مخطوفة وبتقول كده. قناة الأهلي هتبقى حلوة وزي الفل وجميلة لو مشينا على هوا الناس. هنبقى ابن ناس ومترمى. قناة الأهلي اللي بتشتم الرموز كذب ثم كذب ثم كذب. أنتوا اللي هنتوا الناس. أنتوا اللي وقعتوا ما بين النادي الأهلي، أنتوا اللي فرقتوا، أنتوا اللي قلتوا فرع كذا وفرع كذا. أنتوا اللي قلتوا حاجات كتير. انتوا اللي قلتوا هدايا بتتوزع على الاعضاء ومناديل ومش عارف ايه. انتوا اللي قلتوا بند الثمان سنين واقسمتوا بالله على الشاشات. انتوا اللي قلتوا احمد الصالح اهلاوي وسخنتوا جمهور الاهلي. انتوا اللي قلتوا حاجات كتير وكتير انتوا اللي طلبتوا تشتغلوا في قناه النادي الاهلي وتمسكوا اعلامها. انتوا اللي قلتوا الاهلي مش بيعمل انتخاباته في يوم مش اجازه. انتوا اللي خاطفين الرياضه وعايزين تمشوها على مزاجكم. انتوا اللي بتوع وزير وغفير. انتوا اللي هاني ابو ريده كويس ويرجع يبقى وحش. انتوا اللي كنتوا في قائمه هاني ابو ريده وبعد كده مشيتوا. انتوا اللي طلعتوا اتريقتوا وبني ادم في محنه. حتى اخلاقياتنا يا اخي، اما حد يبقى في محنه انساه. قعدنا في البيت وحاربته ما نطلعش تاني. واسألوا عماد وحيد، الاستاذ عماد وحيد، رحت قلت له ايه؟ اسألوا برزنتيشن اللي بيقول قناة الاهلي مخطوفة، راح قال لهم ايه؟ والاول مرة نقول لحضراتكم على الشاشة. بيضحكوا عليكم عشان ما تتفرجوش. القناة دي لو جبتوا فيها واحد لعب في الاهلي يومين، ليها ملايين بيعشقوها، بيجردوكم من اهلاويتكم ويضحكوا عليكم بالسوشيال ميديا، يعملوا فيديوهات وما ردناش عليها. لكن عشان لو نرد، لو كنا هنرد كنا هنقول بقى الاخلاقيات وفيها ايه وايه ومش هنعمل ده. بس لو اضطرتونا نعمل ده هنعمل ده، ما عشان ندافع عن نفسنا. انتوا اللي اشتغلتوا عشان نمشي على هواكم، مش هنهاجم جماهيرنا ولا هنقول عليهم ارهابيين ولا هنقول عليهم تجار مخدرات ولا هنقول عليهم كفره ولا بنقول الكلام ده بالمناسبه عشان نزايد، لان مبدانا واحد.
في الاخر قناه الاهلي مخطوفه عشان فيها اولادها. طلبتوا ليه تبقوا فيها مره واثنين وثلاثه وببلاش؟ انتوا ما بتشتغلوش ببلاش، احنا بنشتغل ببلاش، احنا بنجدد عقودنا ببلاش، لعبنا وجددنا العقود ببلاش. واسالوا الكابتن محمود الخطيب يقول لكم كنا بنمضي ازاي. تدخل وامضي على بياض وكل، ويطلع النادي بشكل محترم، وادي العلاقه اللي احنا اتعلمناها. لعبتنا مضى ما طلبش حاجه وروح، مش شادي وبركات وابو تريكه وغيره والاجيال اللي قبله، ودي قاعده. عمرنا ما جبنا الكابتن صالح سليم مثلا وحطينا ورقه على الباب ما تدخلش. عمرنا ما دخلنا تدريب واطلع بره. ما بيحصلش معانا كده، ما بيحصلش معانا كده، ولا هيحصل معانا كده. لكن لما نروح نقابل ربنا، لما نروح نقابل ربنا، بقابل ربنا في ايام مفترجه، برجع حد تاني، برجع مختلف، برجع بخلي بالي، برجع براعي ضميري. في الاخر تاني هنرجع للنغمه. قلت لكم مش هسكت، واللي عنده حاجه عننا يقولها. مختطفه عشان قلته عننا بينافق وبيشتم وبيهاجم رموزه وبيهاجم الناس، والمهندس محمود طارق بيبعت لنا وبيهاجم مش عارف مين. قلتوا كل حاجه، سكتنا وقت طويل، عارفين عملوا معاكم ليه كده؟ سواء على صفحات او سواء البرامج دي، عملوا كده عشان لما نتكلم محدش يصدقنا، عشان لما نيجي نقول حاجه خلاص يبقى هو اتجاه. والبغانات عماله تكرر، وفي شباب يا عيني مش فاهم حاجه عمال يكرر. طلعوا لنا فيديو واحد قول يا جماعه اسم اتقال وبتاع، مش هتلاقوا. صدقوني انا عارف بنقول ايه، لان في حاجات غلط لو اتكلمنا فيها هنغلط الكبار بتوعنا، لكن مش ما بنتكلمش، بنسكت من هنا ومن هنا، لان دور القناه توقف حائط صد للشبهات اللي احنا بنشوفها. قناه النادي الاهلي هي اللي تمثل النادي الاهلي وجزء من منظومته الاعلاميه زي الموقع الرسمي وزي مجلته. مخطوفه كل شويه نغمه، زهقنا من النغمه دي، زهقنا من النغمه دي. يا اخي انتوا محتاجين شهور شهور شهور، مش يوم ولا اتنين ولا تلاته، او سنين، عشان ربنا يغفر اللي احنا بنقوله ده. قناه الاهلي مخطوفه، فيها الكابتن التاريخي للنادي الاهلي اللي لعب كان على قده، ايه رايكم؟ كان ما بيلعب اللي في وشه بلغه الكوره، لكن ما بيحطش نفسه في موضع شبهات، وما بيحطش نفسه للقيل والقال، وما بيحطش نفسه في حاجات كتير. ما بيقولش حياديه ولا طنط شفافيه ولا خالته معديه، ما بيقولش كده، ما بيقولش للناس وعود وبيعمل غيرها. ما بيخشش في مشاكل مع مصر كلها، قاعد عارف الخير النادي ده عليه. مش بلاش نقول حتى الكلمتين دول عشان ما حدش يزايد عني. قناة الأهلي مخطوفة لما تمشي على الكيف وتقعد تلغي شخصيتك، تبقى منافق ساعتها بجد وما عندكش شخصية بجد. قناة الأهلي شامخة بعض جماعتها العمومية بجمهورها بكل مسؤوليها، أي مسؤول هيمسك كلنا في ظهره. وهقول جملة عشان البعض اللي بيقول لك مش عارف ايه الأيام الجاية وطب هتعملوا ايه، محدش بيمن عليه. الرزق بتاع ربنا، وما بنقبلش نكون موجود في مكان انا وفريق العمل اللي كله شباب محترم، شباب محترم، حطوا تحته مليون خط، اتصلوا بيه اتكلموه في تفاصيل بعد كده حضراتكم هتعرفوها، تقولوا له اي حاجه، ما بيطلعش سر من القناه هنا او من اللي بيحصل في الكواليس. شباب محترم. أتمنى الرسالة تبقى وصلت لجماهير النادي الأهلي، واللي عايز أقوله مرة واثنين وثلاثة ومليون، اللي بيسمعوش لحد لو موجود الكلام اللي بيتقال اختراق، مش هنقعد في القناة دقيقة. إحنا عرقنا بالتيشيرت ده، وفي مسؤولية تجاه جماعتنا العمومية واتجاه قصاد جماهيرنا تجبرنا. هتقولي في زملكاوية، أنا أقول لكم في القناة في واحد أو اتنين مالهمش علاقة بالسياسة اللي احنا، هو يجبرنا نقول ايه وما يقولش أي حد؟ لكن لما كان في 30 و25 كان كله ساكت،
وكان كله ما بيتكلمش. واللي مش عاجبه قابل ليه بالوضع ده؟ اللي مش عاجبه يمشي. انا لو حد املى علينا حاجه او السلام عليكم وهطلع كده على الشاشه اقول لحضراتكم في 1 2 3 4 في 1 2 3 4 لان التيشيرت ده والجماهير ده دي والاعضاء الجمعيه العموميه ومجالس الادارات اللي موجوده ده واجبنا وخلي جيبك حديد. حلوه الكلمه دي، هي جات لي من عند ربنا سبحانه وتعالى. خلي جيبك حديد وبعد كده نبقى نتكلم. نروح نشوف للي بعد كده، اتفضل. الصورة دي من موقع بطولات ولازم ندي ناسها، عجبتني جدا واحنا بنشوفها. بمعنى ايه؟ بمعنى نجوم العالم ومحمد صلاح اللي فرحنا كلنا مع زمايله رايحين بقى لموسكو بقى ورايحين روسيا لطريق النصر. مين اللي عامل ده يا جماعة؟ قولوا لي لو سمحتوا عشان نديله حقه على الشاشة. الاسم، قولوا لي الاسم. دي الصورة دي من موقع بطولات، محمد صلاح مع ميسي مع كريستيانو مع نيمار مع مجموعة كبيرة جدا من نجوم العالم ورايحين على موسكو. وإن شاء الله يا رب عندنا أمل في اللعيبة اللي الأداء كمان يتطور وتعمل وتفرحونا. ده اللي عامل الصورة الجميلة اللي قدام حضراتكم، صورة معبرة جدا جدا، أستاذ عمرو الصاوي. دايما بنحب ندي كل حد حقه، ده مهم جدا عندنا. نشوف بعد كده الفيديو اللي بعد كده معانا يا جماعه، اتفضل. يمكن النهارده بفتح الاهرام فبشوف اعلام النادي الاهلي نعم بيعلن فتح باب الترشح على اللائحه الاسترشاديه اللي اقرتها اللجنه الاولمبيه في تراجع رهيب جدا واعتراف رسمي بالفشل اللي كان فيه مجلس الاداره طوال الفتره اللي عدت، وتاكيد على انهم كانوا بيسيروا في الطريق الخطا. يعني ليه طب كل ده عشان توصل للمرحله دي؟ امتى النادي الاهلي بتاريخه العريق كان بيتحط في هذا المازق او كان بيتحط في هذا الوضع؟ النادي الاهلي طول عمره وزي ما كل رموز النادي الاهلي بيقولوا هو اللي بيسير والناس كلها بتسير وراه، هو اللي بيحمل المشعل والناس كلها بتهتدي بيه. فلما تفاجئ ان النادي الاهلي الناس كلها مشيت وخدت طريقها وخدت اتجاهها، وفجاه النادي الاهلي تحول الى تابع، تحول الى تابع، الى نادي تفرض عليه اللائحه، لابد ان يعتذروا بشكل واضح للجمعيه العموميه للنادي الاهلي اللي اتضحك عليها واتخدع طول الفتره اللي عدت. انا يعني اثناء الفتره دي اللي هي فتره اغسطس 25 و26 انا ناس يعني كتير جدا كانوا بيسالوني هو ده صح ولا غلط؟ فكنت بقول لهم الطريق ده طريق سيء وطريق باطل، وان لازم نفترض حسن النوايا ولازم كان يبقى يوم جمعه طول تاريخ النادي الاهلي وطول عمره. انت ايه اللي تخليك تحط نفسك في هذا المازق غير انك انت بتحط حواليك شبهات وعلامات استفهام ملهاش ايجابيه؟ في بعض حاجات حصلت في النادي الاهلي الايام الاخيره ما كانتش بتحصل خالص، اللي هي يعني انا عايز اسميها لفظ كده زي الهدايا الانتخابيه. يمكن حضرتك سمعت عن الملتقى التوظيفي، يمكن لاول مره في النادي الاهلي نشوف حاجه زي كده، ان ناس داخلين على الانتخابات وقبل موعد الانتخابات ب 48 ساعة بيتعمل مؤتمر في دعوات لتوظيف أبناء الأعضاء. يعني جميل أستاذ محمد الكوسي. طيب ده اختصار اللي احنا وعدنا بيه بعيد عن أي حاجة. الأهلي من شوية قلنا القناة مخطوفة، وانتوا اللي بتقولوا اتقوا الشبهات، دي شبهات بقى من وجهة نظر. بمعنى اللي انا راح اضيف في برنامج عشان اهاجم ناس، بالمناسبه الجورنان اللي فيه استاذ محمد الكوسي هو 4 سنين عارفين المفرمه، اربع سنين حلو وحش افريقيا ممنوع تقول اللي الاهلي اللي حقق حاجه. يعني مثلا الاهلي جاب الكاس والدوري، الكابتن حسام البدري هو صاحب الفرحه، اللعيبه هي والجماهير، زي ما سياده الوزير طلع بالظبط وقال مبروك اللعيبه ومبروك الجهاز الفني، وهو ده مش بروتوكول، وهو ده اللي احنا قلناه البروتوكول، وانا مسؤول اقول كذا. طيب انا اتقطع الكلام كله على 3-4 فيديوهات زي ما حضراتكم شفتوا سريعا، انا اسف. جمله تابع ما تتقالش عن النادي الاهلي حتى لما تختلف مع اشخاص جوه النادي الاهلي. اعتقد اللي خان حضرتك التوفيق ده غير مقبول بالمره. كلمة الأهلي تابع غير مقبول بالمرة. ساند اللي عايز تسانده، اكتب اللي عايز تكتبه، اقف جنب في الانتخابات، ميل على طرف،
لكن هتطلع هنطلع على الشاشات عشان نوقع في اي حد على على قصاد حد. وانا قلت لكم دوري اجرح في اشخاص او اجرح في النادي الاهلي كلمه تابع دي غير مقبوله. غير يعني انا لما اجي اقول انت تابع للمهندس محمود طاهر مثلا، ده انا عيب اللي انا اقول جمله زي دي، او اقول انت تابع لفلان الفلان او اعلان على تابع ليا، لا عيب. ده النادي الاهلي مش تابع لحد. جمهور الاهلي من اصغر واحد لاكبر واحد ما يقبل بالكلمه دي ابدا ابدا. بالمناسبه اللي بعت الفيديوهات دي كلها، يعني اول مره يفوتنا حاجه، اللي بعتها جماهير، واحنا نحترم الجماهير. زي سمعتوا انا هعلق على بعض الحاجات المهمه جدا لازم حضراتكم تعرفوها. هنا السؤال، هنا في انتخابات واحنا راينا ان الكل محترمين، الكل محترمين والكل ولاد النادي الاهلي، ايه رايكم في الراي ده؟ طب لما اطلع اشتم في حد ايه الغرض؟ يبقى مين اللي بيصنف نفسه؟ احنا اللي وحشين؟ ولا تشتم دوت يبقى انت جميل وزي الفل، حد يرد يبقى وحش عيب كخة، انت مش متربي انت بتطبل، مش فاهم. طيب خلينا نمشي في الاول. قال لك اللي عمله الاهلي باطل باطل. فاكرين لما كنت بقول لكم في بعض الصحف لسه ما ابتديناش ولسه ما اتخذش قرار كانت بتقول باطل باطل؟ طيب وقلت لكم وعدت حضراتكم في بعض المعلومات الخطيره جدا اللي مش هقدر اقولها وهيجي يوم هقولها، انا هقول 50% منها النهارده. واتحدى ان مجلس اداره النادي الاهلي ممكن هيستغرب مني على الهوا اللي انا هكون عارف الموضوع ده. يا استاذ محمد حضرتك صحفي وصحفي كبير وانا احترمك، مش هتكلم على قاعده كان فيها سياده الوزير قبل يوم 25 و26 وسياده الوزير عرض خيالي في وجود مش هقول برضو مين، عرض خيالي للنادي الاهلي. مجلس إدارة النادي الأهلي انحاز لجامعته العمومية، قال له لن أقبل بهذا الكلام عشان أنا عملت ندواتي مع جامعتي العمومية، ده قراري. ويسأل في هذا سيادة وزير الشباب والرياضة، ولو كلامي طلع مش مظبوط هطلع أقول التفاصيل بالكاملة والقعدة كانت فين واتقال إيه فيها. لما حضرتك مبقاش عندك المعلومة دي مش ذنبي، لكن مذاكرين كويس وعارفين التفاصيل. هو انحاز لجامعته العمومية. حضرتك قلت جملة مهمة، باطل قانونا. هات لي نص قانوني يقول ان الاهلي غلط. حضرتك ستة من اعضاء اللجنة الاولمبية قال لك اللي بيعمله الاهلي صح. حضرتك ما طلعتش خدت تبنيت لدقيقة وجهة نظرهم ليه؟ ليه؟ احنا وحشين واللي بنقوله ده ضد القانون. معانا ستة من اللجنة الاولمبية شخصيات محترمة اتكرهوا واتمنعوا وبقوا وحشين مجرد ما قالوا الاهلي عنده حق. حضرتك ايه رأيك في ده؟ كمان حضرتك قلت الناس عمالين يسألوني ويقولوا باطل. حضرتك مش في المحكمة الدستورية، حضرتك صحفي محترم كبير، لكن نسيب القانون لرجاء عطية اللي هو قال لك موقف الاهلي سليم، نسيب القانون لأهل القانون، صح ولا انا بتكلم في ايه؟ معرفش لحضرتك في شغال في المحكمة الدستورية دلوقتي عشان تقول دي باطل ولا لا، وبننصب نفسنا حاجات مش بتاعتنا. وصدقني انا بكلمك بكل احترام، عايز تفهم كلامي حاجه تانية برضو انت حر، لان احنا مش هنقبل وعدنا الجماهير بالكلام ده. طيب حضرتك قول، اصل قلت كلام خطير جدا. حضرتك ما شفتش المستشار خالد زين وهو معانا في الحلقه قال لك من 25 سنه نادي الزمالك عمل لائحته على 3 ايام، ما سمعتوش هنا وبقول الكلام ده؟ وقفت عندها عشان العدل والامانه في الكتابه والحبر اللي سايب ده، ما شفناش الكلام ده؟ ما شفتش 2 رؤساء لجنه اولمبيه سابقين بيقولوا موقف الاهلي سليم؟ ما شفتش حماده المصري؟ ما شفتش مش عايز اقول اسماء تاني تعبت خلاص، شغال في الملف بالتوازي كده، لجأت للجنة اللي هي المهلبية اللي عاملينها دي، لجأت عشان تروح للجنة اللي فيها الحكم والخصم هشام حاطب، ده العرف بتمشي كده. طب هتلجأ لبره، انا بقول لك بره هيقول للاهلي عنده حق، وخليك فاكر كلامي انا ولا بقى بنصب نفسي. طيب قلت جملة خطيرة جدا، اللي مجلس ادارة النادي الاهلي مطالب بالاعتذار لجمعيته العمومية. هو حضرتك مش مطالب
بالاعتذار خلال 4 سنين لأهانات، لكلام صعب، لمنشطات صعبة، لتحولنا لكتابة صعبة جدا. مين اللي مطالب بالاعتذار؟ حضرتك مطالب بالاعتذار اللي بتظهر في هذا البرنامج، اللي أعضاء الجمعية العمومية بيستفزوا كل لما بيشتمهم، بيحبوا المجلس ده أكتر بالمناسبة، وكل لما يهاجمهم بيحبوا، خلاص الناس بقت فاهمة. وأنا رسالتي بقى، احنا قناة مخطوفة وده في شغل شبهات من شهر فات زي ما هو قال، ما تصدقوش حاجة فيه، هتلاقوا اتجاه ضد 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 ضد. هاجمت المجلس ده كم مرة خلال 4 سنين يا أستاذ محمد؟ اتهمته بالتربح كم مرة؟ ما قدرتش تكتب ميزانيته بيتحرك في 1 مليار جنيه، عمال تقول مصممين بويا مش عارف. أنا مش بدافع عن حد لأن خلاص الانتخابات ابتدت، لكن أنا قلت لكم هنقلل من طرف وهنعلي الطرف ونشتم ده ونقلل من الكابتن محمود، مش هيحصل هنا وهنا، لأن احنا جزء من المنظومة الأهلوية المحترمة اللي مش مشبوهة. قلت لهم انتوا في وضع الشبهات، وضع الشبهات اللي حضرتك بالكلام اللي بيتقال ده هو وضع الشبهات بعينه، لأن ده وقت الريبة. انتوا اللي قلتوا اتقال حاجات غريب جدا، قال لك مجلس إدارة النادي الأهلي مدين بالاعتذار لجمعيته العمومية. طب وال 15,000 اللي جم؟ أنت لازم تعتذر لهم، أنت والبرنامج اللي أنت فيه اللي قلل منهم وقعد يقول لهم باطل. أنتوا اللي قلتوا على أعضاء الجمعية العمومية وروجتوا على مدار سنتين. كلنا أهلاوية وكلنا بنحب النادي الأهلي، ومحدش يعرف يفرق ما بيننا صدقوني، بس الجملة دي كانت بتوجعني قوي. روجوها لشباب صغير عشان تقللوا وتوصلوا لاهدافكم المشبوهه. قعدتوا تقول على عضو الجمعيه العموميه المحترم بيدوله مناديل، كرسي، شمسيه، اسكالوب، شنطه، وانتوا مش فاهمين الا لو انتوا بتذاكروا تاريخ كويس اللي الكابتن صالح سليم سقط، الاسم الكبير العريق سقط في انتخابات قبل كده، ومين يصدق ان صالح سليم الاسطوره يسقط؟ لان دي اعضاء جمعيه عموميه محترمه روجتوا للكلام ده. التطوير مش يا راجل قول كله حلو، الكابتن انا بقول اهو، الكابتن حسن حمدي واحد من افضل رؤساء الانديه، والكابتن محمود الخطيب والمجموعه اللي موجوده تعبت وجابت بطولات وبتاع، ومحمود طاهر تعب وجاب بطولات. صعب نقول كده؟ لازم بويا فين التطوير؟ دي قبل ودي بعد. اتقال جمله، ما المشكله الناس اللي بتطلع ومش مذاكره. طيب اتقال لك المؤتمر الملتقى التوظيفي جايين يعملوه قبلها بيومين. انا هقول لحضراتكم عشان تعرفوا الفرق ما بين اللي بيذاكر واللي مش عارف، واللي جاي بهدف اخبط اضرب كده تمام، والاجتماعات اللي في الدقي وبتاع مش هتكلم برضو في التفاصيل دي دلوقتي. الملتقى التوظيفي ده حضراتكم اتعمل السنه اللي فاتت. عارفين مين بيشارك فيه؟ اقول لكم عارفين مين بيشارك فيه؟ ده احنا هنضحك ضحك. المؤتمر اللي هو اللي مش عاجبهم ده، اللي هو قعدوا النوايا دخلت في الموضوع، عارفين مين مشارك فيه؟ مشارك فيه الجرحي والضماطي، الاثنين المرشحين المحتملين على قائمه الكابتن محمود الخطيب. الاهلي ما فيهوش ده. انت اللي مطالب باعتذار لاعضاء الجمعيه العموميه، ما تتكلمش عنهم كده. اعضاء الجمعيه العموميه ما بيقبلوش بالكلام ده. اعضاء الجمعيه العموميه بيستفزوا من كلامكم ده. اعضاء الجمعيه العموميه ما حدش بيعرف يضحك عليهم باللي انتوا بتعملوه ده. لما طلعنا في يوم مش يومنا وكانت دي نهايه الحدوته بتاعت اللائحه الاسترشاديه، الناس راحت اكتر، وكان نفسي اللي بيتكلم كتير يبقى موجود، كان هياخد عقاب شديد من الجماعه العموميه على الكلام اللي بيتقال. طيب وطلعنا قبل كده زمان، فاكرين
اللي قعدنا نشتغل على الميزانية وكامل زاهر لا دي الميزانية مش مظبوطة وقعدوا يناقشوا الميزانية على الهوا وكان عقاب شديد. الناس استفزت أعضاء الجمعية العمومية المحترمين وحضروا بالآلاف. فمن هنا انتوا اللي قلتوا على أعضاء الجمعية العمومية وروجتوا لها تاني كراسي وشماسي واسكالوب وده هم ناس محترمة. عندنا وزراء في أعضاء الجمعية العمومية، عندنا مستشارين كبار، عندنا كل حاجة جوانا ودكاترة وأسماء رنانة في المجتمع. في البعض قبل بكلمة اسكالوب ومش عارف والعبط ده، وفي البعض بينتفض ما يقدرش بيقبلش على نفسه الكلام ده. اللي يظهر ويطلع يتحمل مسؤولياته، احنا رد فعل. اللي يظهر يتحمل مسؤولياته. ثالث، اللي يظهر يتحمل مسؤولياته. اللي يظهر يتحمل مسؤولياته. فرقته ما بين ولاد النادي، عملته جبهات وقلته معارك وقلته، وده اخرها الكلام اللي انا شفته ده. الاهلي تابع، ولما حضرتك اشتغلت في قناه النادي الاهلي هنا ما كانش تابع. لو كنت رجعت برنامج المهندس عادل القيعي، برنامج اسمه ملك وكتابه، بيدافع برنامج محترم عن النادي الاهلي، وحضرتك فضلت فيه رئيس التحرير، كان هيبقى الاهلي تابع، وكنت هتبقى الخصم والحكم، ولا هي الدوله كلها بقت الخصم والحكم؟ الانتخابات ابتدت، اللي هيقلل من حد من ولاد نادينا هنوقف له. برنامج مفتوح لكل الناس وكل واحد يقدم، ومش هنتكلم، كلامنا هيبقى قد كده. لكن انا بقول لكم انا ما بقدمش الكلام ده، ماليش دعوه. ف موقع جورنان، شخص نجم رمز، قول جوه ناديك، ما تطلعليش، قول اللي انت عايزه، وشيد بالبرنامج ده وشيد باي مخلوق، لكن ما تجرحش في حد. وهي دي القواعد والثوابت اللي انت بتتهم الناس اللي هم ضيعوا الثوابت والقواعد. ضحكتوا على ناس كتير بشغل البغبغانات، وللاسف في البعض انساك ورا الموضوع، لكن كل ولاد النادي الاهلي محترمين. ولا مركز الاعلامي، لا قناه، ولا المجله، ها لكل الناس بقى كله. هنقول عشان الاهلي خيره علينا، وده نعمه كبيره. الاهلي ده حاجه كبيره قوي. للاسف المنتفعين وبتوع المصالح، اتكلم على الجميع، في كده وفي محترمين بيلتزموا الحياد ويعدوك بالحياد بجد ويحافظوا على كل الناس عشان تمر الامور بسلام. هي دي الحقيقه، مش هقول اكتر من كده، لكن كل لما نشوف الكلام ده هنتكلم. بس انا عجبتني الجمله اللي فاتت، خلي جيبك حديد حديد. نروح نشوف، نختم بلقطه جميله فيها ناس طيبين بيحبوا الاهلي من قلبهم، ما لهمش بدعوه بهنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. نروح نشوف صوره بتتكلم، اتفضل. الصوره دي بألف كلمه، الصوره دي فيها كل حاجه اهلاويه جميله. انا بشكر اللي لقط الصوره دي وكل واحد حطها على السوشيال ميديا. ده اللي قال جملة من شيوخ واكتسبنا مجدنا، ده حد عبقري، ده حد بنضرب له تعظيم سلام. بص لقطة فيها أم جميلة عزيزة، فيها قصة لخصت كل حاجة. بصوا يا جماعة، حتى علم الأهلي فين؟ فوق دماغها. يا أمي يا أمي، أنت تتشالي على العين والراس، أنت أهلاوية في قلوبنا. انا بطالب اي مجلس اداره، المجلس الحالي وبعد الانتخابات اللي هيبقى موجود، ربنا يوفق الجميع، الام العظيمه دي يبقى ليها مكان جوه الاستاد، جوه مقصوره النادي الاهلي. دي حاجه تشرف، حاجه تفرح، ودي كانت اجمل نهايه، نهايه جميله
بصوره جميله. بشكر كل اللي طلع الصوره دي ولقت الصوره الجميله دي. انا شفتها في الاستاد ولما شفتها الموضوع انتشر، كان واجب عليا العرض في معاني جميله في حياتنا. الرياضه دايما بيبقى فيها معاني وصور جميله. دي صوره بمليون كلمه، وام شبه امهاتنا كلنا، الامهات البسيطه الجميله. تحياتي مره تانيه يا امي على حبك للنادي الاهلي، وصوره اكيد الشباب لما يشوفها هيبقى فخور ومبسوط اللي ام حاطه مره تانيه علم الاهلي على دماغها. ده كان الكلام اللي عاوزين نتكلم فيه النهارده. خلونا نطلع فاصل سريع ونستقبل واحد من المحترمين، من ولاد النادي الاهلي المخلصين، كان جيله وجيل عظيم، لاول مره بيشرفني النهارده، وانا كمان مبسوط اللي انا هشوفه من خلال برنامج الكره والجماهير، عشان هو شخصيه محترمه، شخصيه بتحترم الجميع، وشخصيه مهذبه وبتعشق النادي الاهلي. تقول له تعال اشتغل اي وقت يبقى موجود، تروح هنا هنا، مفيش اي شروط. وهم دول ولاد الاهلي الرجاله اللي احنا بنحبهم وبنثق فيهم وبنتشرف بيهم. كابتن خالد جدال ضيفنا ومشرفنا. لكن نروح لفقره رد الجميل ونرجع نستقبل واحد من نجوم النادي الاهلي، الكابتن خالد جدال. طبعا انا مولوده في النادي الاهلي، دي نمره واحد. انا عندي يوم وانا في النادي الاهلي. وكان اخويا الكبير اللي هو جرير منصور بطل مصر وافريقيا في السباحه برضو، طبعا هو كان مثلي الاعلى ان انا اشوفه بيعوم عشان اقدر اتعلم. فيعني ابتدينا على 9 كده ابتدينا نتعلم السباحه، الحمد لله ابتديت. يعني اول حاجه طبعا عشان تعرف تاخد نفسك فبننام على ظهرنا اول حاجه، الواحد يخاف يحط وشه في الميه في الاول. فابتديت اتعلم اعدي الظهر الحمد لله، نزلت كده اجرب لو هكمل 50، فكسبت الفرقه ونزلوني بطوله القاهره، فطلعت الاول وكسرت رقم البطوله. ومن يوميها الحمد لله بقيت اول جمهوريه واستمريت على هذا المنوال، وخدت كاس احسن سباحه 10 سنين للناشئين و10 سنين للعمومي، وكنت منتخب مصر عمومي كان عندي 13 سنه والحمد لله. وخدت جائزه الرياضيه المثاليه في النادي الاهلي، طبعا ده كان شرف ليا. ده بالنسبه لبدايتي. بعد كده طبعا اسم النادي الاهلي كبير، يعني اي حد يتمنى ان هو يكون بيمثل النادي الاهلي في اي رياضه. فبالنسبه ان انا كنت في المنتخب وبمثل النادي الاهلي، فكان في دوره البحر الابيض للناشئين والناشئات كانت في اليونان، فالحمد لله خدت المركز الاول برضو في المية دولفين والمتين متنوع. ومن هنا الواحد ابتدى ينطلق في بطولات. كان النادي الاهلي بيعمل دورات صداقة كتير جدا مع دول زي بلغاريا والمانيا والتشيك وايطاليا، كانت دورات جميلة. فبرضو من الدورات الحمد لله كلها كنت باخد اول فيها بالنسبة لدورات الصداقة. فده كله الواحد بيعمله عشان خاطر النادي الاهلي، الناس تعرف بره وجوه ايه هو النادي الاهلي. بعد كده كان مثلت بقى مصر في كان بطوله العالم كانت سنه 68 في بلغاريا. الحمد لله خدت اول في 400 حره، وكانت الميداليه الوحيده اللي في الوطن العربي تتاخد. فطبعا دي كانت حاجه بالنسبه لي ان علم مصر يترفع على العالم، فطبعا دي حاجه من 68 برضو الناس لسه، فطبعا ده شرف كبير للواحد.
بعد كده سافرنا بقى، كان عندنا بطولات في كابري نابولي اللي هي بطولة العالم برضو، الحمد لله برضو حصلت على المركز الأول وخدت بطولة العالم. أنا واخدة بطولة العالم 5 سنين. وسافرنا بعد كده كان في كندا سبق 45 كيلو ضد التيار، ده من السباقات اللي هي ما بتتكررش يعني. درجة حرارة المية كانت 2، وربنا وفقني ان انا اطلع الاولى سيدات، لان تقريبا ما كانش حد بيشارك من السيدات من صعوبة السبق، كان 30 سباح اللي وصلنا 5، 4 ولاد وانا. فمن السباقات الجامدة جدا في العالم اللي هي من الصعب تكرارها. فاللي وصلني لكده النادي الاهلي طبعا، اللي له فضل عليا ان انا اوصل لهذا المستوى، بمدربينه وبمجلس اداراته اللي عدت علينا اللي وصلونا لهذا المستوى. طبعا ما انساش فضل الدكتور محمود حسن، طبعا ده هو ده رباني وهو اللي مرني وهو اللي وصلنا اللي احنا فيه، زائد كان مدرب المنتخب المرحوم كابتن طه الجمل من اعظم المدربين الاخرين اللي جم، زائد اللي اداني الدفعه وكده والدي الله يرحمه المستشار احمد منصور ووالدتي الله يرحمها، اللي ما كانوش بيفرقوني لا ليل ولا نهار عشان اوصل للمستوى اللي انا فيه. ماتشات هاندبول كنت اجري وراهم في الملاعب عشان احضر، طايره باسكت كنت بسافر اسكندريه عشان احضر المباريات، ما فيش ماتش كوره ما روحتش الاستاد، ما اقدرش اتفرج على النادي الاهلي في الاستاد لان عارفه ان النادي الاهلي ان شاء الله هيكسب، فده فخر ان الواحد يروح ويقول ان هو اهلاوي ويقعد في الاستاد. فحياه النادي، حياتنا في النادي الاهلي ما تخلص ولا هتخلص الا بقى لو ربنا افتكرنا، وبرده مش هتخلص لان احنا في النادي الاهلي. اسعد اللحظات ان انا ارفع علم مصر والسلام الجمهوري اسمعه في وسط العالم كله، فهي دي مصر، هي دي مصر. والله اصعب اللحظات لما كنت سافره بطوله العالم سنه 68 اللي هي في بلغاريا، وقبل ما اسافر كنا عاملين معسكر في الاستاد، وقعت من فوق ترابيزه فايدي اتفتحت 8 غرز، 8 هنا وواحده هنا، يعني 9 غرز، وكان قبل السفر بيوم. فصراحة يعني رئيس البعثة وكده قال لا هتسافري ومش مهم تنزلي البطولة، انت يعني مش هي لازم تيجي، قلت لهم انا لو سافرت هنزل. فسافرت فعلا ورحت هناك، كشفوا عليا قالوا لا ما ينفعش عشان الجرح لسه 8 غرز وغويط. فقلت لهم لا انا هنزل، قالوا لي تكتبي اقرار على نفسك انك هتنزلي. فعلا كتبت الاقرار ونزلت اول سبع، طبعا مش قادره لان انا ايدي ملفوفه بلاستر من هنا لهنا زائد نايلون عليها عشان الجرح ما يتلوثش من الميه. اول سبع طلعت ثالثه، وكان ممكن اطلع اولى. تاني سبع طلعت رابعه. فجمع السبع الثالث قالوا لي لا كفايه لان حرام يعني لا مستواكي ولا ارقامك. قلت لهم لا تالتة رابعة فاضل سبع هنزله مش هتفرق ان شاء الله اطلع تامنة، بس لازم اسمي سافرت يبقى لازم اعوم. فربنا برضو الحمد لله اكرمني وخدت اول في السبق الثالث اللي ما كانوش عايزين ينزلهولي، وكسرت رقم الدورة. فده ربنا يعني، ان الواحد لما مصمم على شيء وما يرضاش ان هو رايح يمثل مصر يبقى لازم يمثل مصر. حبوا الرياضة يعني، حبوا اللعبة، ما تعموش يعني ما تلعبوش للماده، لان الماده غزت العالم النهارده وغزت الرياضه بالذات. فالنهارده الرياضي بيلعب عشان هياخد كام، احنا كنا بنلعب عشان بنلعب للنادي الاهلي، بنلعب لمصر مش عشان هيدوني كام. النهارده على نقيض، هتديني كام هعوم لك، مش هتديني مش هعوم. فعمري ما بوصل، عمري ما بوصل، بدليل ان الاسماء ما بتتكررش. اللي يطلع بطل النهارده ما بيطلعش السنه الجايه، البطل ما بيطلعش اللي وراها. ليه؟ لان الماده هي الاساس. فانتوا لو بصيتوا للرياضه كرياضه
هتوصلوا لأعلى المستويات والأكثر عدد سنين ممكنة. برحب بحضراتكم من جديد، ودلوقتي فقره الضيف مع واحد من نجوم النادي الاهلي اللي ما يعرفوش، شخصيه محترمه، ابن بلد جدع، وكمان كان لاعب جامد جدا جدا مع جيل محترم في نجوم اسعده كل الاهلاويه. دايما بنحاول فقره الضيف نعرف الشباب اللي موجود دلوقتي بقيمه كل لاعب عمل ايه في النادي الاهلي، تاريخه كان ايه، ازاي كان قصه حب وعشق لفانيله النادي الاهلي وجمهوره. كل ده النهارده هنسمعه من ضيفي اللي اول مره يشرفني، واحد من نجوم النادي الاهلي ونجم خط الوسط، كابتن خالد جدالله. برحب بيك ومبسوط جدا جدا ان انا شفتك النهارده. الله يخليك كابتن شادي، وانا سعيد جدا ان انا موجود معاك، ومن نجاح لنجاح كده باذن الله. انت فين يا كابتن خالد؟ مختفي ودايما بنحاول تبقى موجود معانا ونكلمك، انت مشغول على طول وقصه قطاع الناشئين دي. لا والله، هو بس يمكن انا فعلا بقالي كذا مره بيكلموني عشان اجي، ومعلش الظروف ما كانتش بتسمح، لان قطاع الناشئين طبعا الدكتور عمرو ابو المجد تولى رئاسه قطاع الناشئين في النادي الاهلي وانا موجود معاه. يعني القطاع كان محتاج شويه مجهود جامد شويه، يمكن بقى لنا 4 أشهر والحمد لله يعني بذلنا مجهود الحمد لله يعني يعتبر كويس، وقدرنا ان احنا نخلي قطاع الناشئين يعني نرجعه زي الاول وزي زمان بالشكل اللي هو يليق بالنادي الاهلي. فكانت الفتره كانت صعبه، وكان لازم نعمل كده طبعا عشان النادي بتاعنا اللي احنا بنحبه من كل قلبنا، وممكن نضحي بحياتنا عشان مش بوقتنا بس. كمان برضو عشان هتعلمنا جوه الاهلي، عشان البعض احيانا انت عارف تصيد الاخطاء، وكل الشكر والتحيه والتقدير للكابتن عادل طعيمه على المجهود السابق. طبعا طبعا احنا بنكمل، يعني الكابتن عادل طعيمه كان موجود السنه اللي فاتت، احنا بنكمل المجهود اللي هو عمله والمجموعه اللي كانت موجوده معاه. ولكن انت عارف اي حد برضو بيجي بيبقى ليه شويه رؤى، بيبقى ليه استراتيجيات عايز ينفذها، عايز يطور شويه، واحنا جينا لينا اساس كويس انما احنا بنحاول نرتقي بيه، والحمد لله وصلنا بقطاع الناشئين في لغايه الفتره دي بشكل يناسب النادي الاهلي. كابتن حضرتك من خلال كلام حضرتك قلت لي بالاربع شهور اشتغلنا، كان في مجهود مبذول، اشتغلته او بمعنى ادق ايه اللي تم انجازه داخل القطاع؟ كان في اولا ابتدينا بالاختبارات، والاختبارات الحمد لله السنه دي جه حوالي 32,000 لاعب، شفنا خلال 3 أسابيع العدد الكبير دون. احنا كنا بنروح من 6:30 الصبح، بنمشي الساعه 3 كل يوم، ولكن الحمد لله وانجزنا الاختبارات بدون اي مشاكل في ظل الزحمه الكبيره دي وعدد اللعيبه الكتير دي. الحمد لله كانت منظمه بشكل يليق باسم النادي الاهلي، وشفنا حوالي 32,000 لاعب والحمد لله عدت. كان قدامنا تحديات كبيره جدا في قطاع الناشئين، اول حاجه يعني بعيد عن الفنيات كان في حاجات لازم نتطرق ليها. اول حاجه الملاعب، الملاعب يمكن كان لازم ان احنا نوصل بيها كان فيها مشكله. طبعا مشكله كان لازم نوصل بيها ان هي تكون تليق بلعبه النادي الاهلي وباسم النادي الاهلي، والحمد لله يمكن اللي بيتابع دلوقتي او يمكن قناه النادي الاهلي جت وصورت ووريت الناس الملاعب شكلها عامل ازاي، بقى حاجه مشرفه جدا وحاجه جميله جدا قدرنا ننجز فيها بشكل كبير جدا بالشكل اللائق يعني اللي يليق بالنادي الاهلي. بعد كده الاستراحه، التحدي الثاني كان الاستراحه بتاعه اللاعبين المغتربين، برضه وصلنا بيها ان هي حاليا دلوقتي ان هي بتعتبر فندق 5 نجوم، ويمكن بقت حافز كبير جدا للعيبه المغتربين، كله بيتنافس عشان يقعد في الاستراحه من كتر ما هي اتوضبت وبقت حلوه وبتليق بالنادي الاهلي. ثالث حاجه الشغل الاداري في القطاع، واتظبط بنسبه 80-90%، واحنا دلوقتي من خلال المسابقات ابتدت بالنسبه للفرق
ابتدينا بقى في التظبيط الفني من ناحيه المدربين ومن ناحيه اللعيبه، من ناحيه عوده روح الفانيلا الحمراء تاني، الانتماء، زرع الانتماء في اللعيبه. الشكل اللي احنا بنشوفه ده الاختبارات لما كانت موجوده، التنظيم اللي كان موجود في الملعب فكان بشكل كويس جدا. فهو ده الحاجات اللي انجزت بشكل كويس قوي، موضوع الملاعب، موضوع الاستراحه، موضوع طبعا الادوات التدريب. وشغالين دلوقتي، مسابقات ابتدت، شغالين في الجزء الفني، في تطوير المدربين، في تثقيف المدربين، في برضه عوده الانتباه للاعيبه النادي الاهلي والروح، وازاي ان هم يعني لابسين فانيلا غاليه جدا لازم يعرفوا اهميتها، ولازم كل واحد يبذل اقصى ما في وسعه عشان يرفع اسم النادي الاهلي. كابتن، انا عارف حضرتك في فرق ما بين اللي انا بمسك قصه معينه واللي انا وانا ماسك القصه ببدع فيها، سواء بقى على مستوى التدريب، على المستوى الاداري. الابداع مطلوب في كره القدم، وانا اشتغلت مع حضرتك في زمان، فاكر، في منتخبات، منتخب الاولمبي. منتخب الاولمبي بالظبط. وانا اعرف ازاي حضرتك منظم في الشغل، بعين حضرتك حلوه جدا. ومن هنا حضرتك قلت لي انا شفت 32,000 لاعب مع اللي موجود. السؤال هنا بقى كابتن خالد، وانا اثق في حضرتك اللي تقول لنا الرؤيه بصراحه، المواهب قلت يا كابتن خالد ولا لا لسه فيه؟ لا، هي المواهب قلت طبعا، دي حاجه متفق عليها. ويمكن ال 32,000 لاعب احنا اخذنا اللعيبه اللي اخذناها اللي هم في السن الصغير كتير، يعني اكتر من السن الكبير. يعني كل ما السن بيكبر، يعني كل اللعيبه اللي اخترناها من الاختبارات في قطاع البراعم، قطاع مدرسه الكوره اللي هم 2007 و2006 و2005 و2004 وبعض لعيبه 2009، انما كل ما السن بيكبر ما بتلاقيش حد، بتلاقي اللي موجود عندك احسن. وطبعا احنا ما بنقيش حد من الاختبارات او بندخله مع الفرق، بالذات فرق اللي هي بتلعب المسابقات، غير لما يكون على الاقل في نفس المستوى اللي موجود، ما كانش احسن. ولكن لو اقل فطبعا ما بناخدوش. كابتن خالد، انا اسف على المقاطعه، لكن دي نقطه مهمه. بتبقى احيانا وانت حضرتك بتتابع والاجهزه اللي موجوده الفنيه كلها، في واحد مثلا يبقى حضرتك شايف اللي هو اداك 50%، بس انت عارف ممكن في وقت صغير جدا يزيد 30 و40%، بتاخد النوعيه دي؟ اه طبعا. احنا بناخد اي لاعب عنده الاستعداد الاساسي ان هو يكون لاعب كوره. بمعنى ايه؟ التوافق موجود عنده، بيعرف يعني حتى في جريته في توافق ما بين الجاريه، ما بين رجليه، حركه الرجلين مع حركه الايدين، جسمه كويس، الكوره بنسبه مثلا 40% كويس. فده ممكن مع الشغل ومع التدريب ممكن ان هو نرتقي بمستواه، وبيبقى في المستقبل بيبقى كويس. ولكن في نفس الوقت، في نفس الوقت زي ما قلت لك، ما بينضمش حد بالذات لفرق المسابقات غير لما بيكون اقل حاجه على قد نفس المستوى اللاعب اللي موجود، ولا بل احسن، او ان هو يكون احسن. ولكن برضه كل ما السن بيكبر، كل ما السن بيكبر لا، المواهب قلت طبعا غير زمان. طب معايا مدرب كبير وهو شاطر في القصه دي، طب ايه السر اللي المواهب قلت؟ السر ان لان مثلا في زمان احنا في المدارس كنا بنلعب كوره، في الشارع كنا بنلعب كوره قبل الانديه. فدلوقتي طبعا موضوع المدارس خطيره. اه طبعا المدارس ما فيش طبعا. حتى كان في مدارس، كان في دوري مدارس، وكان في مدارس فيها ملاعب، اتحولت الملاعب لفصول وحاجات. فدي طبعا اثرت بشكل كبير جدا، حتى من كتر الزحمه وكده. يمكن كنا زمان برضو بنعرف نلعب في الشارع، نلعب كوره، يعني كل ال 24 ساعه كنا بنلعب فيهم كوره، سواء في المدرسه، سواء اللي بيشترك في نادي، او ان هو قدام بيته او في الشارع بيلعب. ولكن كل الامور دي قلت طبعا، اثرت بشكل كبير جدا على ان المواهب تطلع لك. يعني دي من الاسباب الرئيسيه. وانا متفق مع ده 100%. على المستوى الشخصي كان زمان تلاقي دوري المدارس موجود، دوري الجامعات موجود، ويقول لك منتخب المدارس، منتخب القاهره يقابل منتخب اسكندريه، ومن هنا كانت العين الكشافه بتشوف. هسال حضرتك في نفس السياق، هل من خطتكم اللي في فريق عمل بره النادي بيشوف في الصعيد وبيشوف في الاقاليم
طبعا دي من خطتنا، وهو كان بيتعمل اختبارات في المحافظات، ولكن السنه دي عشان المسابقات ابتدت بدري فاحنا ما قدرناش ان احنا نعمل اختبارات خلال المحافظات، ولكن التدعيم برضو بيجي احدى طرق التدعيم، ما احنا عايزين ندعم فرقنا برضو بلعيبه من خارج النادي ونكونوا على مستوى كويس. احدى الطرق دي ان من خلال المسابقات الفرق اللي احنا بنلعب قدامها احنا بنتابعها كويس جدا، بنشوف اللعيبه المميزه فيها، اللي بنقدر نجيبه بنجيبه، وفي نفس الوقت برضو عندنا مجموعه من الكشافين في المحافظات هم بيجيبوا بقى لعيبه واحنا بنشوفها، يعني اللي بينفعنا بناخده واللي ما بينفعناش ما بناخدوش. تمام كابتن، هقفل ملف الناشئين وقبل ما نروح للكوره وكلام في الكوره طبعا ما بيخلصش، وانا حضرتك بتضحك وانا كنت بتابع حضرتك وانت بتحلل قبل كده، وللامانه كنت بحترم حضرتك جدا عشان فكره الناس دايما يبقى في نقد مش ايجابي، نقد سلبي اللي انت او مش بناء زي ما بيتقال. أيوة. ممكن اشوف حاجه غلط او فكره معينه عند مدرب او فكره عند لاعب او لاعب عنده هبوط في المستوى، اوصل رساله بدون تجريح. بالزبط. بنشوف احيانا في تجاوزات، هتكلم حضرتك في ده، بس عايز اروح لحوار الاول الكواليس والذكريات. الكابتن خالد جدالله النجم الكبير اللي كان في جيل عظيم دخل النادي الاهلي ازاي؟ وانا دخلت النادي الاهلي، انا في بدايتي كنت بلعب في نادي هليوبلس، ومن خلال مشاركتنا في الدوري كنا بنلعب ضد الاهلي والزمالك. كنت كم سنه؟ كنت انا دخلت النادي الاهلي وانا 16 سنه. 16 سنه؟ 16 سنه، بس كنت معروف من تحت 14. مين اللي شافك بقى؟ كان الله يرحمه الكابتن عوضين، والله يرحمه الكابتن محمود الجوهري طبعا. يعني كابتن عوضين كان دايما ماسك الفرقه اللي احنا بنلعب، يعني هليوبلس والاهلي بيلعبوا، كان الكابتن عوضين هو المدرب. فهو كان عارفني طبعا، وكنت انا في الوقت ده يعني الاهلي والزمالك يجوا يلعبوا هليوبلس تبقى مشكله الولد اللي بيلعب في نص الملعب اللي هو انا لازم يتمسك، وكنا دايما نخسر، مثلا نخسر من الاهلي لو خسرنا 2-1 انا اللي اجيب الجون، نكسب الزمالك 3-2 انا اللي اجيب 3 اجوان. فكنت معروف جدا يعني في الوقت مسمع. فطبعا لغايه لما مين اللي كلمك عشان في البدايه خلاص كلموك، مين اللي كلمك عشان تروح النادي الاهلي؟ محمود الجوهري الله يرحمه. قال لك ايه بقى؟ هو اللي جه البيت، انا جه في يوم الله يرحمه لقيت الجرس بتاع البيت عندنا، انا ساكن برضو في مصر الجديده، ففتحت لقيت كابتن محمود الجوهري. انا كابتن محمود الجوهري كان مدرب 20 سنه في النادي، كانت فرقه الامل. فطبعا دخل وقعد مع والدي وقال له عايزين خالد وبتاعه، من هنا بقى انتقلت للنادي الاهلي ولعبت سنه تحت 18، لان كانت اول سنه ليا تحت 18. فبعد كده السنه اللي بعديها لعبت درجه اولى ولعبت منتخب مصر الشباب، والدنيا بقى مشيت بعد كده. انت عارف اصعب حاجه في الكوره الدخله بتاعه الفريق الاول. طبعا طبعا. الشعور كان ايه يا كابتن، ومين اللعيبه اللي كانت؟ الشعور كان صعب جدا، لان انا كان عندي بالظبط ما تمتش 19 سنه. يعني اول ماتش ليا درجه اولى مع في النادي كان قدام النادي المصري سنه 77. اوف، ماتش تقيل. كنت 19 سنه، ماتش تقيل جدا، المصري كان جامد جدا. لا بس انا عايز اعرف قبل الماتش وانت داخل التدريب بقى مين النجوم اللي موجوده، اتعاملت ازاي؟ انا كنت بعد قدامي كام واحد بيلعب في نص الملعب، كل واحد فيهم بفرقه. قول لي كده مين. لا يعني مثلا بدون بقى القاب، صفوت عبد الحليم. أوف. طاهر الشيخ. جمال عبد العظيم، مختار، شطه، محسن صالح. ادي سته. لا بص، ادي سته غير اللي في فرقه الامل بقى، كان في كيلاني الله يرحمه، وكان في عادل عثمان، ادي ثمانيه، وكان في انا بقى وجمال جوده اللي هو كان من سني، فكنا 10 11 واحد. طبعا كل واحد من الناس اللي انا قلتها في الاول ده اسم فرق تقيل، اسم تقيل جدا وفرقه. انت عارف انا اول ماتش المصري ده لعبته ازاي؟ انا كنت رايح مش هبتدي طبعا، كنت قاعد احتياطي، كان مستر ديكوتي، كان محسن صالح هو اللي هيلعب، واحنا في اوضه اللبس واحنا بنلبس محسن قال لي بقول لك يا خالد انت تلت ساعه وهتلعب. طبعا الملعب مليان على الاخر، موقعها حربيه، ماتش الاهلي والمصري ده كان بيبقى في بورسعيد، كان بيبقى صعب جدا وجماهير رهيبه يعني. فقلت له ليه يا كابتن محسن؟ قال لي لا انت تلت ساعه بس اعمل حسابك وهتلعب. وفعلا ما فاتش 22 دقيقه كابتن محسن صلاح اللي قال لك كده. وقع جاله، وقع يعني رجليه كانت تعبانه، وكان حاسس بتعب من الاول فما قدرش يكمل ونزلت. نزلت انا في الدقيقه تقريبا 25. مين المدرب؟ هيديكوتي. كان مستر هيديكوتي. اول من يعني ال 20 دقيقه اللي لعبتهم في الشوط الاولاني
انا مش شايف الاخضر من الاحمر، يعني احنا لابسين احمر ومصر لابس، انا مش شايف من الشده اكيد، من الشده والجمهور والخوف. عدى الشوط الاولاني، الشوط الثاني الامور ابتدت تبقى يعني احسن، هديت طبعا وكسبنا الحمد لله الماتش. وطبعا ماتشات الاهلي والمصري كانت جامده جدا في الوقت أول ده، اول مباراه ليك الاهلي والمصري بره بره بورسعيد. بعد كده بقى جدا. بعد كده الدنيا مشيت وخلاص، يعني ما بقاش في قلق. فاكر بقى الصحف كتبت ايه؟ ما انت عارف في تركيز مع النادي الاهلي مش من دلوقتي، من زمان. قالوا ايه عنك بقى؟ لا كانوا بيكتبوا، يعني بيكتبوا كويس جدا في الماتشات اللي انا كنت بلعب فيها كويس، تعرف يعني في ماتشات الواحد بيبقى فيها كويس قوي وماتشات نص ونص. لا الحمد لله انا في يعني بالذات مع من بدايه الثمانين، من سنه 80 ل 84 يمكن دي احسن فتره ليا، الاربع سنين دول كان كابتن جواري هو اللي مسك الفرقه، ويمكن كان في ماتشات كتيره قوي كويسه. لا كابتن خالد استاذ نجيب المستكاوي كان بيبقى مرعب عن اللعيبه. طبعا والدرجات اللي كانت بتجيب. برافو عليك. كنا بنستنى نجيب الاهرام. كابتن محمد عباس. وبص بقى الاسماء، وكابتن مدحت رمضان، وكابتن محمد عامر، وكابتن مختار مختار. يا خبر. قاعده شفت انت ضحك. مدحت رمضان ملوش حل، وعباس قنبله قنبله. لا 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 مش ممكن، العباس ده كان حته لعيب كمان. حاجه كابتن الدرجات دي كنتوا بتتاثروا بيها؟ طبعا كنا بنستنى، اصل ما كانش طبعا الميديا ما كانش زي دلوقتي، بنستنى تاني يوم الاخبار والاهرام نشوف مكتوب ايه والدرجات ايه، واللي واخد 8 واللي واخد 0 وحاجات بقى كانت لذيذه جدا. كنتوا بتتاثروا بيها؟ طبعا. اللعيبه بتعاير بعض بيها؟ كنا بقى بنتريق بقى اللي واخد 8 واللي واخد 3 فهي عشان ما كانش فيه الميديا ما كانتش منتشره زي دلوقتي، ولكن كانت مؤثره جدا، يعني كانت مؤثره. واحنا في الوقت ده بيني وبينك يعني ما كانش فيه حاجه في دماغنا، ولا جرايد ولا فلوس ولا اي حاجه، هو اللي كان في دماغنا النادي والبطولات وازاي ان كل واحد فينا يلعب. كابتن انت قلت لي انت 19 سنه. رحت اول مباراه رسميه لحضرتك كنت 19 سنه، لعبت امام المصري. عقدك كان كام؟ لا انا في الوقت ده ما كنتش باخد يعني ممكن 50 جنيه في الشهر ولا حاجه. ده يعني لا انا فاكر لما خلاص بقيت لعيب اساسي. خلي بالك انا ليه قصد اقول السؤال ده، انا اسف على السؤال. لا اتفضل. بس لا. عشان نقول للناس تطورات الحياه بالظبط، ودايما واحنا كان حته الامضه دي يجي يقول لك الاهلي دي قيمته ايه. ما تبالغش قوي عشان الاهلي انت بتلعب في نادي قيمه كبيره. طبعا كبيرة. طبعا طبعا. لا واحنا ما كانش يعني ما كناش بنفكر فلوس خالص احنا. بقى بقول لك انا بعد بقى ما جنيه. ده في الاول. بعد كده بقى الجيل اللي هو الخطيب وزيزو والفرقه بقى يعني كان عندنا المرتب 250 جنيه في الشهر، يعني كنا بنكسب الاربع ماتشات في الشهر ممكن نوصل 1000 جنيه ناخد كل شهر، بس كان 1000 جنيه ساعتها 1000 جنيه يعني كان الواحد عشان يشيلهم خايف يمشي بيهم يعني. انما برده ما كناش بفكر كده، او انا عن نفسي انا ما كنتش بفكر كده خالص خالص يعني. ليه؟ لان الفلوس هو رزق وزي ما ربنا كاتب لك هيجي. ولكن كان التركيز كله ازاي ان الواحد نمره واحد بطولات ناخدها ازاي، والحمد لله خدنا كم كبير جدا من البطولات. نمره اتنين ازاي ان انت تلعب في وسط الكوكبه من النجوم دي وتثبت نفسك وان انت تقدر تكون موجود. فدي كانت التحديات الكبيره والحاجات اللي كنا بنفكر فيها. الكابتن محمد عامر والمجموعه اللي قلت لحضرتك عليها النجوم الكبار الاهلاويه. طبعا طبعا. كان كلهم معاهم 28. وانت كنت 28 برضه. انا اول عربيه جبتها 128. جبتها بالقسط كمان 100 جنيه في الشهر من جاردن سيتي. لا جبتها من ولد كان بيلعب في تحت 17 في النادي. بجد؟ اشتريتها منه. كان مش عارف ب 1500 جنيه اديته 500 جنيه. بتخاف عليها من الجماهير بره النادي؟ لا ده انا حصل لي فيها مواقف جميله يعني. ما كانش فيها كاسيت ولا راديو. فكان عندي كاسيت في البيت كنت باخده احط له بطاريات عشان اسمع في العربيه. ومره كان عندنا تمرين 9 الصبح انا نازل بالعربيه ونزلت كنت بروح من عند كوبري قصر النيل من قبل هيلتون وبعدين كوبري قصر النيل اخش يمين اخش على النادي. العربيه عطلت وقفت خالص فركنت على اليمين فانا مش عارف فيها ايه. وبعدين ميعاد التمرين فلقيت واحد جه كابتن خالد صباح الفل في ايه افتح الكابوت مش عارف فتحت له الكابوت قعد يبص قال لي لا دي لازم ميكانيكي. قلت له طيب ماشي. انا الكاسيت بقى موجود على الكرسي جنبي فحطيته تحت الكرسي وقفلت العربيه ورحت على النادي بتاكسي. بعد التمرين كان جمال عبد الحميد موجود قلت له تعالى وديني عشان العربيه عطلانه فركبت مع جمال وداني
فروحت العربيه وبص الاقي البيبان، الاقي الكبوت مفتوح، الاستبن متاخد والكاسيت متاخد، العربيه مفتوحه. قلت يا دي نزلت طبعا وديت، شدينا العربيه وديتها الميكانيكي، قال لي لا دي عايزه عمر. فانا كنت نازل من البيت، والدتي الله يرحمها ووالدي شايفيني نازل بعربيه، رجعت البيت من غير عربيه. شايل كل الدواسات والحاجه، قالوا العربيه فين؟ قلت لهم عندنا. فكانت حاجات لذيذه، وكان الجو حلو. كابتن، جيل حضرتك بيبقى فيه ناس معروف اللي انت ما تقربش منها، او مجموعه، يعني احنا مثلا كان في مجموعه معجن، واكيد الجيل اللي قبل حضرتك كان معاه مجموعه دمها خفيف وبتعمل مقالب، واكيد اللي بعديك نفس الموضوع. طبعا. مين المجموعه اللي ما كنتوش بتقربوا؟ مجموعه الموت، انا مسميها مجموعه الموت. مجموعه الموت. مين بقى؟ مدحت رمضان، قنبله كبيره، وانا ومجدي عبد الغني، وكابتن مصطفى عبد، والشريف عبد المنعم، ومصطفى. بس احنا يمكن الاربعه دول عشان سننا، مصطفى كان طبعا كابتن بتاعنا وكبير بتاع، ف يعني كابتن مصطفى طبعا جميل وقعدته حلوه، ربنا يديله الصحه ودمه زي العسل. بس كنا لما بنقعد معاه برضه في تحفظ، غير لما بنقعد احنا الاربعه مع بعض. لا كان طبعا حاجه. فاكر موقف كده ينفع نحكي؟ لا ده حاجات كتير، مواقف كتيرة جدا. يعني أنا كنت إيه دايما أنا اللي خطط للمجموعة دي، فيعني لا مواقف كتيرة جدا. أنا فاكر كنا في تنزانيا عندنا ماتش في بطولة أفريقيا، وكان مدحت رمضان قاعد معايا في الأوضة، فكان مش فاكر مين في الأوضة اللي جنبينا، فمدحت قال لي هروح أجيب منه الغلاية عشان نعمل شاي، قلت له ماشي، فطلع وبعدين غاب. فطلعت ابص عليه كده، فببص طلعت من باب الاوضه ببص على اليمين كده، قال لك مدحت واقف في مكانه متسمر مش قادر، وقطه بس شكلها مخيف واقفاله، فهو من كتر الخوف ولا قادر يزعق ولا قادر يرجع الاوضه، وشكل الاوضه اللي شكل القطه رهيب مخيف. فانا طبعا بصيت وقعت على روحي بالضحك، فقال لي انت بتضحك تعالى شدني، قلت له انا هقفل الباب، قمت داخل وقفل الباب وسايبه. بقول لك انا حكى لي موقف لسه فاكره دلوقتي مع هيدي كوتي. هو كان احتياطي ولسه جاي، والناس عماله تقول مين اللاعب المحترف ده، فهو قال له هو اسمر، فهيدي كوتي عمال يقول له بالليل. هتغير. قال له مين بالليل ده؟ ده عباس مش محمد، مش كده؟ كابتن محمد عباس. ايوه بالليل بيسميه بالليل. كابتن الكوره بتخرج منها باصدقاء محترمين، طبعا بذكريات جميله جدا، وانت بتلعب في الاهلي بطولات وجماهيريه غير طبيعيه. طبعا. كابتن اتعلمت ايه خلال المشوار الجميل مع النادي الاهلي ده؟ اتعلمت ايه جوه النادي الاهلي؟ لا جوه النادي الاهلي، النادي الاهلي علمنا حاجات كتيره جدا، علمنا الانتماء، علمنا الاصرار على المكسب، اصرار على انجاز البطولات، الادب، السلوك. يعني احنا اهم حاجه في لعيب النادي الاهلي شخصيته، شكله، طريقه اسلوب كلامه، اخلاقه، زائد الكوره بقى. فالنادي الاهلي مدرسه كبيره جدا، علمتنا كل حاجه، وليه والنادي الاهلي فضله علينا من راسنا لرجلينا. يعني هو اللي عملنا وعمل اسامينا، هو اللي ليه الفضل الاول ان احنا نقدر يكون لينا في وسط المجتمع، يكون لينا اسامينا والناس تحترمنا. فطبعا النادي الاهلي يعني مهما الواحد اتكلم، لو الواحد هيديله عمره مش هيفكر. كابتن عايز انتقل بحضرتك بقى لملف اخر، احنا خلصنا الذكريات والكواليس، انا بحاول اكون مرتب معاك عشان اخد منك كل حاجه ما بنعرفش نوصل لك. ف كابتن مشوار النادي الاهلي اكيد هنتكلم عن مباراه الرجاء بكره ان شاء الله. مشوار النادي الاهلي بدايه الدوري السنه اللي فاتت، حسم الدوري وكاس جمع البطولتين. النهارده بنتكلم على مباراه الاتحاد السكندري. شفت الاداء؟ لخصه لي كده الاداء كله كابتن خالد. لا النادي الاهلي ماشي الحمد لله بخطى ثابته. طبعا جهاز فني على اعلى مستوى، كابتن حسام البدري بصراحه يعني عامل انجازات مع النادي، ماشي بخطى ثابته وحاجه مشرفه جدا. جيل من اللعيبه محترم جدا، معدنه اصيل، بيبان في الازمات وفي الاوقات الحرجه. حاطين النادي الاهلي على منصه التتويج زي ما انت قلت السنه اللي فاتت، دوري وكاس. الفروقات بعيده بين النادي الاهلي والانديه الثانيه.
ده من ناحيه التنظيم سواء فني او اداري او لعيبه داخل الملعب. لا مش تحيز. دي حقيقه، دي حقيقه، والحمد لله. احنا ما تعودناش ان احنا نقول، يعني او انا عن نفسي يعني ما تعودش ان انا اقول كلام ما يكونش واقعي او مش الحقيقه. لا دي حقيقه. النادي الاهلي طبعا فارق كتير جدا في النواحي التنظيميه، في النواحي على المستوى الفني، في النواحي الفرديه والنواحي الجماعيه. فربنا يكرمهم باذن الله. مشوار الدوري ماشيين فيه بشكل كويس، انا مش قلقان، لان ربنا بس يسهل باذن الله في مباراه الاحد القادم امام النجم الساحلي، لان خطوه هتفرق كتير جدا صح للجيل دون وللجهاز الفني. فانا اتمنى لهم التوفيق باذن الله. باذن الله هكلمك على المشوار الافريقي ونتكلم في ده، بس الجميل وانت بتلعب في المشوار الافريقي اللي انت تبقى بتجمع نقاط في الدوري، عشان دي طبعا ده النادي الاهلي طبعا، فلازم تبقى، وده طول ما انت بتلعب في الاهلي فيه ضغوط كبيره. لا والنادي الاهلي بينجح في الفصل بين البطولات، يعني دايما دوري بيقول لك اقفل اقفل افريقيا ما نتكلمش. ايامكم إيه؟ كان كده اقفل الدوري تلعب بعد تقفل الدوري يقول لك ايه افريقيا بالظبط. بنفكر في اللي جاي في اللي احنا فيه تمام. يعني دايما ما بنفكرش في ايه اللي هيكون مستقبلا او حاجه لسه قدام شويه. كابتن خالد هناقشك في موضوع كده مهم بالنسبه لي، وانا عايز اسمع راي حضرتك واستفيد من راي حضرتك. يعني مثلا في بدايه الدوري النادي الاهلي في مباراه الجيش كان في اخطاء غير طبيعيه واخطاء اثرت على نتيجه المباراه. تابعت المباراه؟ طبعا. تمام. عشان حضرتك بقى، انا السؤال طويل شويه عشان اسمع رد حضرتك. جاء النادي الاهلي التناول الاعلامي كان اخطاء الحكام وارده، ممنوع ان انت تتكلم، خصم من سيد عبد الحفيظ، امور كتير جدا، ومع انه ما قالش حاجه الراجل طالع بعد المباراه ما حصلش منه ولا تعصب ولا طلع اي لفظ. على العكس في بعض المنافسين اتقال وقتها ده التحكيم جزء من اللعب. لما نيجي لمباراه نادي الزمالك امبارح اتظلم تحكيميا؟ اتظلم تحكيميا، لكن التناول الاعلامي من وجهه نظري اللي هو مش نفس اللي كان فيه النادي الاهلي، واللي هو مش الحكام جزء من اللعبه، نفس الكلام اللي كان مع النادي الاهلي. شايف زي ما انا بسال السؤال كده، اللي هنا مفيش تعامل فيه حياديه او بنفس الميزان العدل موجود؟ لا هو مش نفس ميزان العدل، ولكن التعامل مع النادي الاهلي حاجه والتعامل مع اي نادي تاني حاجه تاني. ايه اللي خلاك تقول كده؟ هقول لك ليه. لان مع النادي الاهلي، النادي الاهلي اكبر نادي في مصر حاصل على البطولات سواء دوري او كاس. فالتعامل معاه غير التعامل مع اي نادي تاني. بمعنى ايه؟ ان مش مقبول من النادي الاهلي ان هو مش مقبول، او الناس مش مستنيه النادي الاهلي يبقى فيه يتكلم عن اخطاء تحكيميه. حتى لو في اخطاء تحكيميه المفروض الاهلي برضه يكسب. يعني هو ده المفهوم اللي عند الناس صح. يعني فهمني انت ازاي يا كابتن شادي، ان حتى لو في اخطاء يعني قصه تحكيم دي ما حدش بيتكلم عليها. ليه؟ لان النادي الاهلي مطالب ان هو يكسب، وهو قادر ان هو يكسب تمام. والحمد لله هو بيكسب. يعني في ساعات بتبقى مطبات كده خفيفه، ولكن دي في كره القدم دي وارده يعني. انما غير الانديه الثانيه. وبعدين بالنسبه لنادي الزمالك، ما هو نادي الزمالك برضو من الانديه الكبيره، ولكن برضو طبعًا. انا نفسي يعني نادي الزمالك برضو مش معقول ان هو هيقعد كل ماتش مستني يعني بيكسب بالعافيه او ما بيكسبش، او لو ما فيش اخطاء تحكيميه برضو. يعني التذبذب في المستوى بالنسبه لنادي الزمالك واضح من ناحيه تغيير مدربين وتغيير لعيبه وعدم استقرار على تشكيل على طول. يعني نادي الزمالك قصته مختلفه، او الاجواء بتاعته مختلفه بشكل كبير جدا عن النادي الاهلي. النادي الاهلي في كل الاحوال بنسبه كبيره في استقرار فني واداري والدنيا ماشيه، وده ظاهر على النتائج بشكل كبير جدا. فهو حته الاخطاء التحكيميه، انا عن نفسي لا، يعني على صعيد الدوري النادي الاهلي الفروقات بينه وبين الانديه الثانيه كبيره شويه. حضرتك قلت الكلام دوت وانا متفق، او رديت الرد، انا متفق مع 100% منه، لان
بس الترويج لبعض اللي الاهلي ما بيردش، الاهلي بيضعف موقفه. النادي الاهلي كبير، اصل مش هيرد على اي حاجه عشان النادي. انا عايز حضرتك انت اللي تقول انت اقدم مني وتعرف القواعد والثوابت كلها. النادي الاهلي المفروض اللي هو يطلع ويهاجم ويرد. لا لا لا، الاهلي بيعمل ايه يا كابتن؟ لا لا، بيقعد يستمع يتفرج. لان دايما الكبير هو مش بيتفرج، في فرق ان انا بتفرج وابقى سلبي. لا، انا بتفرج لان انا كبير وما ينفعش انزل لمستوى اي حد اقعد اتكلم معاه او ان انا اتكلم طب ما انت بتعمل كده بيتهمك بالضعف. لا، ده هو عشان يستفزك عشان يخليك تتكلم. يعني اللي بيتهمك دايما بالضعف وانت كده هو عايز يستفزك عشان يطلعك عن السكوت بتاعك، لان السكوت بتاعك دايما بيدي لك عزه وبيدي لك رفعه في شانك وان انت راجل كبير. فالناس عايزه تسمع الكبير ده، وانا عايزين نشوفه بيتكلم. فازاي نستفزه عشان نخليه يتكلم، او ان احنا نجره ان هو يقول حاجه مش مظبوطه او يقول حاجه غلط. ولكن النادي الاهلي دايما كبير في كل العصور وفي كل الاوقات. كابتن، عايز اكلم حضرتك في الكوره في الفنيات شويه، استفيد من حضرتك. اتفضل. الخطط اتغيرت والمفاهيم اتغيرت، خصوصا بعد العالم كله بنتكلم 4-2-3-1 او 4 العكس 4-3-2-1، بتعتمد على القادمون من الخلف كلها. دي الافضل بالنسبه لنا؟ هو الافضل لو يعني كل طريقه تبقى مناسبه لو تناسب امكانيات اللعيبه اللي موجوده عندك. بالنسبه يعني للاهلي، بالنسبه للاهلي افضل طريقه، والنادي الاهلي ممكن يلعب باكتر من طريقه، ولكن هي دي الطريقه المفضله بالنسبه للنادي الاهلي حسب امكانيات لعيبته اللي هم حافظين واجبات المراكز والواجبات الدفاعيه والهجوميه بتنفذ ازاي. يعني هو ده الفرق بين لعيبه النادي الاهلي واي لعيبه تاني على مستوى الدوري المحلي، ان هم في النواحي الهجوميه والدفاعيه فاهمين بيتحركوا ازاي وهم بيهاجموا، وفاهمين لما الكوره بتقطع بيتحركوا ازاي في النواحي الدفاعيه. يعني في تمركز دايما بيبقى مظبوط، اللعيبه تكتيكيا دفاعيا وهجوميا فاهمين بشكل كبير جدا. فالطريقه مناسبه، وطالما الكابتن حسام اللي هو المسؤول الاول والاخير عن الفرقه هو اللي بيختار الطريقه، لان هو شايف ان هي دي احسن طريقه بتناسب امكانيات اللعيب. ولكن الكره، انت قلت الكره اتغيرت، هي الكره طبعا اتغيرت، بس اتغيرت عندنا بنسبه ضئيله شويه. يعني بالنسبه لبره الفنيات لسه مش لا لا طبعا، وطرق اللعب والتنفيذ والريتم بتاع اللعب والنواحي البدنيه وكميه المجهود المبذول خلال 90 دقيقه لا طبعا بره في فرق كبير. يمكن احنا برضو النادي الاهلي فارق في الكلام ده بشكل كبير جدا، ولكن لو اتكلمنا على خارجيا واوروبا والكلام، لا احنا برضو في فرق كبير. طبعا كابتن، وحضرتك بنتفرج كده وحضرتك بتتكلم، شفنا وليد ازارو في اللعب، وانا بقى متذكر لحضرتك موقف انت الوحيد اللي هتبقى فاكره معايا دلوقتي. ناس كتير كانت تتكلم على ابراهيم سعيد ومش عارف ايه ودماغه مش عارف فيها ايه وبتاع. لما انا بتكلم شهاده حق، وهو كابتن خالد يكذبني، انت الوحيد اللي عرفت تفك تربط المسامير كلها. لا ابراهيم، اصل كل لعيب كوره انت عارف ليه مفتاح. كل لعيب كوره، مش ابراهيم سعيد، لا كل لعيب كوره ليه مفتاح. هي الشطاره في اي مدير فني ان هو يعرف مفتاح كل لعيب يخش له ازاي. بس كان بيسمع كلامك، ما بيسمعش كلام حد الا تقول له حاجه بينفذها. وابراهيم انا مش هقول لك، يعني اولا من اللعيبه اللي يعني بختها وحش. يمكن ابراهيم كان محتاج دايما حد معاه يقول له اعمل ايه، ما تعملش، بلاش كده. يمكن هو افتقد في فتره من حياته، افتقد للنقطه دي، وقعته في اخطاء ملهاش لازمه. ولكن معدنه كويس جدا، انا معاك، راجل جدا وطيب جدا، مش لاقيه من اللي في قلبه على لسانه، وده خسره حاجات كتير. لعيب امكانياته كبيره جدا، وزي ما انت قلت، لا معايا كان طبعا مختلف. طيب انا ليه جبت اتكلمت عن ابراهيم سعيد؟ عشان في اللقطه دي دايما لما نبص لازارو، انا ببقى موجود في الاستاد او بتفرج في التلفزيون زي اي حد، بيبذل مجهود كبير جدا جدا في التحامات في كور مشتركه، والفرص بيبقى نسبه اللي انت تجيبها هدف 200%، مش يعني الفرص السهله. والكابتن حسام صح اللي هو ابقى عليه ولا كان غيره؟ خصوصا مباراه الاتحاد، خلينا نتكلم مع حضرتك بصراحه. لا صح ان كابتن حسام ان هو يسيبه. ليه؟ على فكره وليد من اللعيبه كويسين جدا، يعني خلينا نقف، هو لغايه دلوقتي يعني حته الاجوان والكلام. الكابتن خالد جد الله اللي امام حضراتكم ده واحد من اللي بيكتشف المواهب، واحد من المدربين بجد الكبار اللي مش واخدين حقهم، واحد اللي بيشتغل بالعلم.
ودي لما تيجي تقول للناس العلم في مصر هنا بيديك ما هي انت بتقول لي وليد ازارو كويس، لو في حاجه سلبيه اقولها يا كابتن عشان نعالج، مفيش مشكله. انا هقول اتكلم بس على وليد. حسام البدري كويس طبعا، اللي ابقى عليه رايه اصاب. اولا حسام عينه برده كويسه جدا، وانا حقيقي ان هو اختار وليد ازارو. ما هو وليد ازارو عشان يجي لازم الكابتن حسام قال انا شافه وقال انا عايز اللعيب ده. وليد ازارو لعيب سريع قوي مشاكس، بيتحرك كتير من غير كوره، واكتر بيتحرك، ومعنى ان هو بيتحرك بدون كوره كتير في مساحات فاضيه بيجيله فرص، بيجيله لا بيفتح مساحات برضو لعيبه خط النص اللي انت قلت القادمون من الخلف، دي برضو بتبقى ميزه. يمكن ضياع الفرص انا هقول لك بقى تحليلها ويمكن مش هتسمعه غير حد مني انا. اتفضل. وليد كميه المجهود والجري اللي بيجريه رهيبه جدا، فلما تجيله فرصه هو بيكون منهك تعبان، فنسبة التركيز بتبقى قليلة فبتضيع. لو قلل الجري شوية هيجيب جوان كتير جدا، ولكن الجري كتير بسبب السن الصغير وعدم الخبرة. هو سنه صغير، عايز مجهوده كبير جدا، بيتحرك بشكل هايل. يمكن ال 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 الشيب دون او الشكل دون من اللعيبة كان النادي الاهلي مفتقد، وراس الحربة السريع اللي بيتحرك يمين وشمال مشاكس مع الفراودة، احنا كنا مفتقدين الـ 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 الشكل دون في المكان ده. لو كان غيره كان خلص عليه بعد الفرص. وبعدين ده ذكاء طبعا من الكابتن حسام، يعني هو عايز يحافظ عليه. يعني هو دايما في الكرة يقول لك ايه، لو اللعيب بتاعك مثلا عامل النهارده ماتش كويس قوي قوي هايل بشكل، يعني ظاهر بمستوى كويس قوي، ممكن تغيره. ليه؟ عشان هو طالع الناس تحييه جامد وتحس ان هو تديله ثقه. لو انت مثلا هتغيره في اخر 10 دقائق ولا حاجه، ولكن على العكس لو اللعيب بتاعي وحش ما انا ما ينفعش ان انا اطلعه اشيله بقى الدنيا واخلي الناس تنتقده زياده، فبسيبه بحافظ عليه عشان حتى ما افقدش ثقه في نفسي. عارف حضرتك اللي بتقوله ده صح، ما في عارف اللي حصل؟ ممكن الناس ما بتشوفش الكواليس، وليد ازارو وهو خارج من الملعب الجماهير ما كانوش كتير. ايوه يعني نتكلم في 400 مثلا، بس صوتهم مسموع. حيوه بشكل قوي جدا رغم ان هم من جواه ما كانوش راضيين عن الفرص اللي لكن اول ما غيره وخرج على الخط الجماهير حيته جامد جدا. ايوه وقعدت شجعته، ده معنى كلامك لحضرتك بالظبط. لا الاهلي ليها دور مهم ووعي، يعني نفتكر هنشوف وليد ازارو باذن الله في الماتشات اللي جايه بشكل مختلف، وهتلاقيه هو بس يعني ربنا يكرمه يجيب له جون ولا اتنين، الثقه تجيله زياده. انما هو لعيب طبعا هايل، يعني من وجهه نظري انا لا لعيب هايل. مين خالد جدالة في الفريق مع حفظ الالقاب؟ والله لا في يعني طبعا مش نفس، انما في عبد الله السعيد ممكن. عبد الله بيشوط برضه راجل بلاي ميكر. انا يمكن الحاجات اللي كانت بتميزني قوي ان انا راجل بلاي ميكر، بعرف العب ناس فراوده، بلعب الفرقه بالكامل، يعني اتحكم في رتم الماتش امتى يبقى يعني الواحد يسرع الريتم، امتى الواحد يهدي الشوط طبعا. فممكن عبد الله السعيد حركته مميز في الشوط كمان. لا مسافات بعيده. خلي بالك انا رجلي ما كانتش جامده، يعني مش رجلي تقيله، بس رجلي كانت مظبوطه. أيوه. لا يعني صح. الدقه اكتر من القوه. فممكن عبد الله السعيد، ممكن صالح جمعه على فترات لما بيكون كويس. بيعجبك صالح جمعه؟ بيعجبني لما يعني هو بيعجبني كلعيب، بس ما بيعجبنيش في تفكير. هو عايز برضه يعني عايز يتظبط شويه. على فكره اقول لحضرتك على حاجه عشان ما ياثرش في حق نفسه. صالح يعني بدعي قريب مني جدا، وبعض اتكلم معاه بيسمع. ايوه. وبستغرب البعض بتقول انت معايا 100% الشخصيه والنوعيه اللي تتعامل معاها ازاي، ولا تعامل خاص؟ طبعا ليه تعامل خاص. بس هو لازم يساعد نفسه الاول. يعني صالح يساعد نفسه الاول. بمعنى يعني صالح ماتش المنتخب اللي فات طبعا انا بحبه جدا، يعني انا بحبه جدا على الصعيد الفني، لعيب كورته هو عنده حلول شمال ويمين، بس في حاجات بتتوه منه في اوقات بتقول. هقول لك اللي هي ماتش زي ماتش المنتخب، الماتش اللي فات راجل اساسي في منتخب مصر نازل من بدايه الماتش، اللحظات دي ما تعديش كده، ما تعديش ان انا ممكن ابقى كويس وممكن ابقى وحش، لا لازم ابقى كويس. ولاعيب الكوره لما بيحط لا يعني لو حط في دماغه ان هو هيبقى كويس هيبقى كويس، لان هو امكانياته عاليه فنيا، امكانياته عاليه. يعني راجل باسير كويس، شايف الملعب كويس، شويت كويس، بيجيب اجوان، بيلاعب الناس، مش ناقصه حاجه. فبرضه ماتش المنتخب هرب منه شويه، يعني ما ظهرش بالمستوى. عارف يا كابتن ما اقدرش احسب على الماتش ده ليه؟ انا بكلمك ضغوط لعيب كبير، الضغوط يعني واهميه الماتش، احساس مسؤوليه
اول مباراه بتديها اساسي او ممكن تكون تاني مباراه والضغوط اللي انت هتوصل كاس عالم من هنا لازم اكسب. خلي بالك انت كل ما تمشي في الشارع اكيد اللعيبه شايفه اكيد بيسمعوا اكيد بيشوفوا الدنيا اتغيرت زي ما حضرتك بتقول. دي بتبقى كميه ضغوط غير طبيعيه. بس الشاطر لو لعيب ما عندوش شخصيه في المباراه دي بيحصل له ايه؟ بينهار. ممكن يبقى جنبه زميله ما يعرفش بصير مش شايفه مش شايفه دي بالزبط. حقيقه وفي ناس ما تصدقش الكلام ده. لا لا بالظبط صح. بس يا الشطاره ان انت تطلع نفسك بره الضغوط دي بقدر الامكان. يعني بقدر الامكان انا الماتش اللي فات انا كنت مستني من صالح ماتش المنتخب اللي فات اكتر من كده شويه. هو كان يقدر هو كان يقدر عشان امكانياته عنده. طبعا ما كل حاجه عنده. بقول لك يعني بصير كويس بيتحرك كويس بيشوط كويس بيجيب اجوان بيخترق بيرقص مش ناقصه حاجه. وبعدين دايما اللعيب اللي هقول لك حاجه في حته الضغوط والكلام ده اللعيب اللي عنده موهبه ما بتفرقش معاه قوي. صح. زي اللعيب اللي هو العفياجي. العفياجي يعني انت فاهم دماغه مختلف بالظبط. لا اللي عنده كوره ما بيقلقش قوي. بيقلق بس مش قوي غير اللعيب اللي هو. صح. بيبقى معتمد على. طب اقول لك على ميزه في صالح شفتها فنيه اللي مش عارف حضرتك بقى تتفق معاه ولا. انا بتابع برضه وبركز في كل صالح في مباراه النجم الساحلي راح ضغط من قدام بمنتهى السرعه. ايوه. وقدر يجيب هدف مع انه كان لسه نازل. يعني معناه اللي هو عايش في المباراه. طبعا. يعني عنده طبعا. لا عنده عنده لما كتير. نروح لمباراه الاتحاد اكتر من 6 لعبات متكرره. بصراحه يعني اشوفها دي زادت فيه. بيروح رايح مستني ورايح ضاغط وبيوجه زمايله وتلاقيه عامل الروح دي. انا شايف اللي هي زياده عن الاول للامانه كابتن. لا ما هو صح. لا بالظبط. وهو ما انا بقول لك هو مش ناقصه حاجه في الكوره. يعني حتى في حته الضغط والكلام ده يقدر يعمله كويس جدا. وحته الاستخلاص كوره والضغط على الخصم وكده لا يعمله كويس جدا. صالح مش ناقصه حاجه. هو ناقصه شويه بس من التركيز. صح. على طول يعني ما يفقدش تركيزه يعني من اول من في التمرين حتى. لان برضه صالح من النوعيات اللي ليه مفتاح. يعني اللي هيعرف مفتاح صالح جمعه هيعرف يتعامل معاه كويس. انت عارفه كويس ومعاشره كابتن ولا لا؟ لا صالح لا. بس انا من بعيد كده اعرف مفتاحه يبقى ايه. لا اعرف يعني النوعيه ونوعيه. هو نوعيه خاصه يعني نقدر نقول في اصل في يعني. هو دايما بيقول لك ايه الواحد بيكتسب خبرات من ايه بالذات المدرب من كتر اللعيبه اللي هو مرنها. مرن شخصيات كتيره من اللعيبه فعرف كل واحد بيفكر ازاي. نوعيات مختلفه من التفكير والفكر. فمثلا لما تيجي تقول شيكابالا نوعيه مختلفه ليه مفتاح. شيكابالا ده ممكن تخليه قائد ويتحمل مسؤوليه يبقى حاجه جميله جدا. وممكن يبقى شخصيه تانية خالص اللي هو. حضرتك قلت جمله جميله جدا من شويه اللعيبه المهاريه بتبقى عايزه تعامل خاص غير اللعيبه التانية وده مش عيب. لا مش عيب. هو الشطاره ان انا اخد من كل واحد احسن حاجه عنده. يعني الراجل المدرب او المدير الفني ازاي ياخد من عند كل لاعب عنده أفضل حاجه ويعرف يطلعها منه. هي دي الشطاره. وبعدين يركب كل حاجه على الحاجه الثانيه في النهايه يدي شكل كويس. هكلم حضرتك اكيد عن الجماهير والقرار اللي اتخذ قرار محترم اللي فيه 50,000 كنا نتمنى كمان يبقى ازيد. لكن خطوه كويسه جدا بنشكر عليها سياده وزير الداخليه المناشده اللي احنا قدمناها اتحاد الكوره الوزير كل الناس. طالما اللي بنقوله بيحصل على ارض الواقع ده الشغل اللي احنا عاوزينه. لما يبقى في وعد بحاجه تتنفذ. وده ماتش في افريقيا الاهلي بيلعب باسم مصر. هرجع لحضرتك بس الارقام كانت على الشاشه بيقولوا لي التليفون مين معانا؟ معانا استاذ اسلام من القاهره. نشرك معانا كابتن الجماهير طبعا شويه. طبعا استاذ اسلام فضل. اسف على التاخير. اتفضل يا استاذ اسلام. يا كابتن شادي مساء الخير. مساء النور. مساء الخير لحضرتك وبمسي على اسطوره من اساطير النادي الاهلي الكابتن خالد جد الله. اهلا بيك يا اسلام. كان وحشنا. الله يخليك. احنا نتمنى كابتن خالد جد الله يجي لنا على طول يعني. طبعا بشرف. اكيد احنا اجيال صغيره. لا بس الحمد لله ارمي التاريخ وبنتفرج على الفيديوهات طب استنى خليك معايا بقى انت بتحرجنا على حضرت الكابتن خالد جد الله. ما حضرتوش ولسه بقول لك احنا اجيال صغيره بس بفضل الله وبفضل قناه الاهلي الوثائقيه اللي بتجيب المباريات وكابتن فاروق الحاجات دي كلها بتعرفنا على النجوم دي. طبعا. دي حاجه ترجع لكم واحنا عايزين نشوف الاساطير دي دايما على طول ان شاء الله. حابب تقول عليكم. مش هطول عليكم. انا عندي كام نقطه بس يا كابتن شادي سريعا عشان بيقولوا لي في تليفونات كتير. اتفضل. سريعه وبالله عليك يعني اديني فرصه صغيره. طيب. حاجات مهمه هنتكلم فيها بس هاخد فيها حاجات صغيره. تمام سريعا اتفضل. يا اسلام اتفضل. احنا اول حاجه احنا بنشكرك مش بشكرك كده اللي هو مجامله. لا بشكرك عشان الفقره اللي عملتها دي اللي انت دايما بترد فيها على المشككين دفاعك على ابو تريكه
مش جديد، ودفاعك عن النجوم الاهلي مش جديد، واحترامك للكابتن الاتحاد السكندري كابتن هشام برضو مش جديد. احنا ناس فير قوي وبنحترم اي حد، بس يا ريت الاعلام يبعد عننا ويسيبنا في حالنا الفتره اللي جايه. خش في النقطه اللي بعد كده، خش في النقطه الثانيه. بنشكر اداره النادي اللي بتلبي النداء اللي انت برضو يعني قمت بيه، 50,000 مباراه النجم الساحلي ده انجاز مش قليل، هنثبت فيه للامن وهنثبت فيه لاداره النادي اللي احنا جمهور جدير بالحضور، وان شاء الله باذن الله ان هنتاهل، وهيبقوا ال 50 دول هيبقوا 80 باذن واحد احد مباراه الذهاب في النهائي. النقطه الثالثه الاخيره، يا ريت يا كابتن شقي الناس اللي هي بقى اللي بتحب الاهلي بجد يفصلوا شويه عن النقد ويبعدوا اللعيبه عن النقد وعن الاعلام. يعني مش عايزين كل شويه نقعد نقول ازار وصالح جمعه، طب عماد متعب ما بيلعبش ليه؟ يا كابتن نسيب الكابتن حسام بدري يشتغل، الراجل عنده خطه وعنده اجنده ماشي بيها، الراجل خد الدوري وخد الكاس، بيلعب سيمي فاينل افريقيا ودخل على ماتش مهم. الاهلاويه اللي بيتكلموا وبيدافعوا، مش بتكلم على عماد متعب ولا حاجه، متعب اسطوره وحبيبنا وبنحبه، لكن مع احترامي ليك يا عماد يا متعب، يعني مش عايزين اي حد يقطع على النادي الاهلي، مش عايزين اي حد. كلامك زي الفل، انا بشكرك يا اسلام على الكلام المحترم، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، نبقى داعمين، مشكلة مفيش مشكلة من الأساس، نقفل احنا على نفسنا، اللي يقول يقول، وهو ده النادي الأهلي. ما نقعدش نتكلم كتير، وأنا بحييك على كل الكلام اللي أنت قلته، وإحنا ده دورنا اللي إحنا تحترم الآخر عشان ده الأهلي، بس الآخر كمان لازم يحترمنا، وهو ده اللي إحنا هنفهمه. كمان معانا الأستاذ أحمد من الأليوبية، اتفضل يا أستاذ أحمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كابتن شادي. أهلا وسهلا حضرتك على الهواء، اتفضل. بمسع كابتن خالد جد الله. اهلا بيك، اهلا استاذ احمد، اهلا وسهلا. اطول صروف مصر 25 متر كابتن مصطفى عمرو، وهو بيضحك وعارف ان انا بقول له حاجه هو عارفها. ايوه انا طبعا حضرته. اطول صروف على الارض، على الارض كله، على الارض غير كابتن المجري يجري على طول براحته. مصطفى ربنا يديله الصحه، وحشنا والله العظيم. الله يخليك يا استاذ احمد. بامر الله بامر الله ان شاء الله، ماتش بكره ان شاء الله يا رب، ضربه قويه يا رب، النجم ان شاء الله ان شاء الله، عشان ده الاهم ان شاء الله ان شاء الله، يعني ده الاهم ماتش ان شاء الله، وبامر الله ربنا يسهل. بس كده عايزين الكابتن حسام بدري يلم اللعيبه حواليه شويه ان شاء الله، لان انا شايف يعني القصه، بس ايه يعني مش عايزين نتكلم كتير عشان احنا بنتكلم عن الناس هتتكلم، فمش عايزين ايه نفتح في الحاجات دي. تمام، انا بشكرك. لم الفرقه. لا لسه يا كابتن معاك تاني، معلش عايز تقول ايه؟ عايز الكابتن حسام بدري يلم الناس حواليه. اتفضل. عشان بامر الله اكيد هو مدرب كبير وعارف افريقيا ان شاء الله. وعايز اشكرك انت حضرتك. لا شكر على وجهك. على دعمك للجماهير والبرنامج واداره الاهلي، وحضرتك يعني غني ان احنا نتكلم عشان من ايه ما نخشش بقى في دور بقى ايه المنافسين. فانا بحييك. ده انا بشكرك شكرا جزيلا. وانا جماعه بشكروا قناه النادي الاهلي، اشكروا الناس اللي وافقت ان الجماهير تحضر، احنا دورنا في أمانة وضمير، بنعمل اللي علينا، وربنا هو اللي مطلع على اللي بيحصل في الكواليس بنعمل ايه. كمان مش على الشاشة، مش لازم نبقى على الشاشة. انا بشكرك ابو حميد، ولا شكر على واجب مرة تانية. معانا ابو محمد من القاهرة، اتفضل ابو محمد. السلام عليكم، ازيك يا كابتن شادي؟ سلام ورحمة الله وبركاته. انا بسلم على حضرتك وبسلم على ضيفك الكريم مبدئيا يعني الكابتن خالد جد الله. الله يخليك. حضرتك سألت اخويا اللي دخل الاولاني، يعني انت حضرت الكابتن خالد جد الله؟ هو ما حضرش. انا اقول لحضرتك انا حضرت ايه؟ قول لي. حضرت الكابتن خالد جد الله 1-0 نهائي كاس مصر عندي 50 سنه. ربنا يديك الصحه. واعرف هو قدر الكابتن خالد جد الله، هو واحد من الناس اللي سببت ان احنا نقول الحمد لله ان احنا اهلاويه، نعمه ان احنا اهلاويه، عشان بنشجعنا نادي محترم، جاب لعيبه محترمه، ناس محترمه، رفع راسنا دايما. برافو عليك، الله يخليك. اخلاقيا ومهاريا وكل حاجه. الله يخليك. كان الله رمز محترم من رموز النادي الاهلي الكثير جدا. ثانيا يا كابتن شادي، انا بحاول بقدر الامكان اقول اشكر الكابتن شادي. لا انا مش هشكر الكابتن شادي، انا هشكر فعلا قناه الاهلي ان جابت. لا ما هي ما هي يا ابو محمد دي مخطوفه مش موجوده قناه النادي الاهلي، الناس بس هي اللي بتعمل ادوارها واحنا مش موجودين خالص بالمناسبه. القناه عملت القناه محترمه ان هي جابت ابن من ابنائها يسلط الضوء على قضايا جماهيرها،
واحد مننا الكابتن شادي اثار نقطه الجماهير الحمد لله شكرا بنشكره بنشكر اداره النادي وبنشكر اداره القناه ان الجماهير زادت من 40,000 ل 50,000 وده فضل لحضرتك وفضل اللي هو شيرين شمس وفضل القناه وفضل ده واجبنا النادي من وجهه نظر عشان تعرفوا الحقيقه مهم جدا او المنوط بالاداره تخاطب وزاره الداخليه ما دام الناس المنوط بيها تدير الرياضه لازم انا كمان اتحمل مسؤوليه جماهيري طبعا. النادي الاهلي في الاوقات الاخيره خلينا نتكلم في الحلو موجود الجماهير بتدخل تشحن البطاريه للعيبه والجهاز الفني طبعا. وكمان بيزيد العدد 50,000 فاحنا مش عايزين واتمنى من اللي يدخل معانا بلاش شكرنا احنا نشكروا اي حد غيرنا احنا لان ده واجب علينا اتفضل انا اسف للمقاطعه اتفضل ابو محمد خط قطع مين خميس استاذ خميس من طنطا اتفضل يا استاذ خميس الو خميس معانا اتفضل يا خميس انت على الهوا اتفضل ايوه كابتن شادي اهلا بيك ازيك كابتن شادي الحمد لله رب العالمين منور الدنيا وانا من معجبين البرنامج بتاعك حبيبي شكرا كنا بس عايزين بس الناس اللي بتهاجم النادي الاهلي في القنوات الفضائيه وبيهاجموا كابتن وليد سليمان وبيهاجموا كابتن عماد متعب احنا عندنا ماتش مهم ماتش النجم اهم حاجه عندنا ان شاء الله ماتش النجم الجاي لازم الناس كده تساند النادي الاهلي مش عايزين يوقعونا قبل الماتش يا كابتن لا ما تقلقش اللعيبه مركزه وكابتن يوقعوا النادي يا كابتن محدش يقدر يوقع الاهلي واحنا النادي فوق الجميع الاهلي فوق الجميع يا كابتن زي ما انت عارف الاهلي اكبر من اي حد اهم حاجه عندنا ماتش النجم دوت ماتش مصيري ان شاء الله ان شاء الله ومش عارف الناس بتهاجمنا ليه دلوقتي في الوقت دوت بالذات ده طبيعي ده طبيعي لازم الناس تساندنا برضه لازم الناس تساندنا يا كابتن حاضر زي ما حضرتك بتساند واقف ورا النادي الاهلي بروحك ومن من من ساعه من اول ما انت دخلت النادي الاهلي لحد دلوقتي انت بتدافع عن النادي الاهلي الكيان النادي بتاعنا اللي هو يعني بيجري بدم الواحد مش عارف اقول ايه طيب ولا اتكلم على الاعلاميين اللي بيهاجموا النادي الاهلي دوت استفادوا ايه طيب هم خميس انا بشكرك شكرا جزيلا ما تقلقش عن النادي الاهلي او ما تخافش عن النادي الاهلي طول ما عنده جماهير محترمه بتخاف عليه مش شادي ولا اي اسم جماهيره بالملايين يا كابتن حضرتك اكبر واحد تقدر طبعًا. تقول لنا الكلام ده طبعًا. النادي الاهلي حاجه كبيره قوي جدا بسمتنا وفرحتنا ونعمه كبيره علينا كلنا كابتن هو اللي بيدينا البسمه وبيدي الفرحه لشعب مصر وباذن الله باذن الله ان شاء الله يوم الاحد باذن الله ربنا يوفقنا ويكرمنا يا رب. يا رب. فضل الجمهور واللعيبه والجهاز الفني ويبقى فرحه جديده بعد فرحه المنتخب باذن الله مبسوطه كابتن لما سمعت على زياده الجماهير ل 50,000 كان طبعًا. الاول بيدخل 10 و5 دلوقتي 50,000 الحاجه الكويسه لازم نديها حقها طبعا بعد ماتش المنتخب والفرحه دي يا كابتن طبعا لا حاجه جميله وحاجه مشرفه والجمهور اصله مهم جدا للاعيب الكوره يعني لعيب الكوره من غير جمهور ما بي بي يعني بيدي 50-60% بالجمهور ممكن يدي 120% يعني اكتر من 100% كمان صح فباذن الله عوده الجماهير دي طبعا حاجه كويسه جدا في ماتش النجم لان احنا بنشوف لما فرقنا النادي الاهلي بيطلع بيلعب بره في تونس ولا حاجه بنشوف شكل الجماهير عامله ازاي والمؤازره وانا يعني يمكن انا يعني زعلان عشان هنفتقد احمد فتحي في الماتش اللي جاي ولكن اللي هيعوضه باذن الله حضور ال 50,000 باذن الله يا باذن رب الله ان شاء الله كابتن خالد عايز اسالك سؤال شخصي اتفضل كابتن خالد اخذ حقه تدريبيا في مصر لا ما لا طبعا لا تدريبيا هقول لك ليه يمكن انا ابتديت تدريب من اول ما بطلت 89 لغايه 2002 اخر محطه ليا كانت منتخب مصر الناشئين وقبليها كان المنتخب الاولمبي مع اللي انت كنت فيه وقبليها كان منتخب مصر الناشئين وطبعا قبل كده النادي الاهلي لغايه من مدرسه الكوره ل 20 سنه يمكن في خطوات كانت فارقه في مشواري في التدريب يمكن انا سبت النادي الاهلي 97 كنت عامل فرقه تحت 17 سنه فرقه كان مستواها عالي جدا
وجيت في السنه دي الاداره اللي كانت موجوده قالوا لي هتسيب الفرقه وتمسك مدرسه الكوره، تبقى انت ماسك مدرسه الكوره كلها. قلت لهم سيبوني لما اسلمكم اللعيبه دي للدرجه الاولى بعد سنه واحده، وبعدين لو عايزين ننزل مدرسه انزل، لان انا كنت لسه راجع كمان من المانيا في الوقت ده واخد لايبزيج، وبرده مش مدربين كتير في مصر اللي واخدين لايبزيج، يعني الواحد اهل نفسه كمان بشكل كويس. ولكن ما حصلش نصيب ان انا كملت في النادي، سبت بس بالسبب ده، يعني بالسبب ده، ورحت منتخبات مصر وبعدين سافرت حوالي 8 سنين. 8 سنين البعد ده، البعد خلى برضو الدنيا اتغيرت في الوقت ده بقى. بس عارف يا كابتن الغلطه اللي كان كله بيغلطها حتى على مستوى اللاعبين، اسمح لي يعني ان انا اوضح لحضرتك، اتفضل، حتى لما تعمل انجاز بره لازم تبقى ملنك مع الناس. لا انا ما كنتش بعمل كده، خلي بالك انا رحت الاتفاق السعودي 2002 خدت بطوله المملكه للشباب، اول مره في تاريخ نادي الاتفاق ياخدوا البطوله دي، كانت على ايدي انا. لا بس ما كانش فيه تلميع بقى، ما اعرفش اتكلم واقول، ما انا ما بعرفش بالحته دي، يعني من ناحيه الشغل بشتغل فقط لا غير، ودي برده حاجه مش كويس، يعني انت لازم برده انت سلعه لازم تسوق نفسك بشكل كويس وانجازاتك تبينها ونجاحاتك تبينها. صح. يمكن انا كنت في الوقت ده كنت مفتقد هذا الكلام. وبعدين رجعت اخر المقاولين العرب 2010 2011 الفريق الاول، وبعد كده التحليل. ولكن عمليه التدريب انا شفت ان الدنيا بقت يعني هي ما بتعتمدش على الشغل بس، هي دخلت فيها حاجات تانية. مفيش واحد انا ما بنجحش فيه. شباب كبار غير لما قال لي لازم علاقات. بالظبط. وانا ما بنجحش في دي، يعني انا بعترف انا ما بنجحش في دي. عارف ليه يا كابتن؟ ولاد الاهلي بالذات يعني هقول عندنا عزة نفس 99%. ايوه عشان ما بقاش برضو ايه يبقى سايب حته كده. عندهم عزة نفس. طبعا طبعا، يعني ما بنطلبش الشغل لو الشغل مش هيجي. وبعدين هو المفروض اصل في الكوره انت بتعمل انت يعني ما ينفعش يعني الكفء هو اللي يشتغل. ده في اي حته في الدنيا في العالم ما فيش مدرب بيشتغل وهو لا يستحق ان هو يشتغل عشان عنده. صح. علاقات او رئيس النادي يعرفه او مش عارف الوكيل هو اللي ماشي معاه، يعني في هنا حاجات مش موجوده غير عندنا، ودي بتاثر على المستوى العام بتاع الفرق، يعني على المستوى الكوره المصريه لا بتتاثر بشكل كبير جدا، بس الناس يمكن مش حاسه، بس اللي بيفهم واللي متابع بشكل كويس سواء بره او جوه لا بيعرف ان مستوى الكوره في مصر بيتاثر تاثر كبير جدا بدي، ان الكفء هو اللي ما بيشتغلش. فانت بتطلع يعني اذا كنت انت مش كفء فهتطلع لعيبه مش اكفاء، يعني او مش هتقدر، لو انت كفء بتقدر تنقل خبراتك تطلع لعيبه محترمه تعرف تتحرك وتعرف تتكلم حتى في كوره ويبقى عندها ثقافه ان هي تتكلم. لا دلوقتي العمليه فربنا يسهل. كابتن خالد اخيرا، دايما في اخر البرنامج خصوصا ولاد النادي اللي زي حضرتك وصنعوا تاريخ كبير وكنتوا جيل عظيم جدا جدا، وانت من احد نجوم هذا الجيل اللي فيه اسماء رمانه اللي انت ذكرتهم من شويه. طبعا. الكاميرا بتاعت حضرتك اهي هتبص لها، ما تبصليش خالص، هتقول ايه؟ بتسترسل بقى كده، عايز توجه رساله لحد؟ اتفضل يا كابتن خالد. لا يعني كل الشكر والعرفان والتقدير للنادي الاهلي، لكل الناس اللي كانت مسؤوله، ادارات النادي الاهلي المتتابعه اللي ليهم فضل كبير جدا عليا وعلى كل جيلي. كل الشكر والتقدير لجماهير النادي الاهلي اللي هي عملتنا وعملت اسامينا، والحمد لله الواحد دلوقتي هو ماشي في اي حته لما الناس، هو ده اللي بقي للواحد، حب الناس اللي عملوا لينا النادي الاهلي. اخر حاجه كل التوفيق للفريق الاول طبعا، جهاز فني الكابتن حسام البدري واللعيبه في مباراه النجم، وباذن الله تعالى يا رب العالمين باذن الله نقدر نستحق ان احنا ناخد بطوله افريقيا السنه دي ونروح كاس عالم الانديه تاني. ده الانجاز اللي انا اتمنى ان الجهاز الفني ده يحصل عليه، لان هو يستحق، حسام يستحق كل شكر وتقدير من كل جماهير النادي الاهلي، لان حسام بيتعب تعب رهيب جدا يمكن ما حدش بيحسه غير اللي قريب منه، ضغوط عليه كبيره جدا، شايل مسؤوليه جماهير النادي الاهلي عايز يفرحهم على طول، شايل مسؤوليه اللعيبه اللي هم نجوم كبار جدا، فعمليه مش سهله. كل التوفيق ليه وكل التوفيق باذن الله للاعيبه النادي الاهلي يوم الاحد باذن الله. كابتن خالد جد الله من ولاد النادي الاهلي المحترمين المهذبين ونائب مدير قطاع الناشئين، اتشرفت بحضرتك جدا وسعيد بقالنا مده ما تقابلناش، ومن خلال بيتنا قناه النادي الاهلي تقابلنا. جمهور الاهلي ما يقدرش ينسى كمان خالد جد الله.
لانه حقق انجازات وحقق بطولات، ودايما اللاعب اللي اسمه مرتبط ببطولات وانجازات تلاقيه في اذهان الجميع كمان خصوصا كل الاهلاويه. شرفتني ونورتني، الله يخليك، سعدت باللقاء من حضرتك. انا اللي سعدت بيك وليا الشرف ان انا اكون معاك. لا ما تقولش كده يا كابتن حبيبي، ربنا يكرمك. فضل عليا ولازم اقول الكلام ده على الشاشه من واحنا في المنتخبات ومن قبل ما اجي النادي الاهلي. نصايح حضرتك ربنا يخليك، خوفك على لما بتخليني كمان في النهايه اقول كلمه حق، خوفك لما تبقى جاي من نادي تاني وحضرتك ماسك منتخب بتعامل الكل اولادك ودي ما فيش حاجه طبعا. اسمها اهلي وزمالك وده شفناه من حضرتك. الله يخليك. كمان انا على مستوى الاعلام وانت بتتكلم النهارده استفدت من حضرتك من كلام كتير جدا جدا، ودايما الاخلاق والاحترام بتفرض نفسها على الجميع. ربنا يخليك، الصفات دي كلها عند حضرتك. شرفتني ونورتني. الله يخليك يا شادي، شكرا. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا، الله يخليك. كان معانا واحد من نجوم النادي الاهلي، اتمنى الحوار اسعد حضراتكم، بنحاول من وقت للتاني جوه بيتكم وقناتكم يبقوا موجود كل نجوم النادي الاهلي، وهي دي السياسه. في كل جيل على مدار تاريخ النادي الاهلي من 1907 ل 2017 كل جيل دايما الاعلام ظلم ناس كتير قوي ونجوم كتير قوي على مدار التاريخ، يتكلم عن واحد واثنين وثلاثه واربعه فقط، لكن كل جيل جيل محترم، كل جيل مكمل للجيل السابق، وهو ده اللي احنا اتعلمناه. عشان كده بنحاول كل ولاد النادي الاهلي يبقوا موجودين، تسمعوهم، تسمعوا اخلاقياتهم واحترامهم للجميع. اتمنى لحلقه النهارده تبقى عجبت حضراتكم، واكيد هختم زي كل يوم المجد، كل المجد لشهداء النادي الاهلي، وتصبحوا على الف خير، والكره للجماهير.